كلمة الفريق كامل الوزير وزير النقل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم في ميناء الإسكندرية الكبير، أقدم المواني المصرية، والذي سيصبح إن شاء الله درة موانئ البحر المتوسط. حضرتك يا فندم شرفتنا في سبتمبر 2021 أثناء وضع حجر الأساس لتطوير ميناء الإسكندرية الكبير وتفقد بعض المشروعات، وكان من أهم هذه المشروعات هي المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر واحد على الأرصفة من 55 ل 62، وهي المحطة اللي سيادتك هتفتتحها النهارده إن شاء الله وتشرفنا بافتتاحها في أقل من سنتين. سيادتك يا فندم، أنا فاكر وجهت توجيه هام جدا، وهو جعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجستيات. من هنا بدأت كل الحكومة المصرية وليست وزارة النقل فقط في وضع أسس ومناهج لتنفيذ هذا التوجيه. احنا فندم وزارة النقل كجزء من الحكومة المصرية قمنا من خلال تنفيذ مجموعة من الأهداف الاستراتيجية في عدة محاور، كان المحور الأول منها هو خلق ممرات لوجستية تنموية متكاملة بتربط بين مناطق الإنتاج سواء صناعي أو زراعي أو تعديني أو خدمي، وبين الموانئ البحرية اللي هنصدر منها أو نستورد منها مستلزمات الإنتاج بوسائل نقل سريعة وآمنة، مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية. ومن أهم هذه الممرات ممر السخنة الإسكندرية اللوجستي، وده فن بيبدأ من ميناء السخنة على خليج السويس والبحر الأحمر وحتى ميناء الإسكندرية الكبير على البحر المتوسط، بيربط بينهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، مرورا بالميناء الجاف من العاشر من رمضان اللي مربوط بهذا المحور بخط سكك حديدية من منطقة الروبيكي إلى خط سكك حديد القاهرة السويس ليصل إلى ميناء السخنة، وخط آخر إلى بلبيس ليصل مع شبكة الجمهورية شبكة سكة حرية عشان يصل إلى ميناء بورسعيد. ميناء السخنة فنم دلوقتي بننفذ فيه 18 كيلو أرصفة، يصبح عندنا 23 كيلو أرصفة، كان كل اللي موجود عندنا قبل كده 5 كيلو أرصفة. عمق الأرصفة 18 متر، ساحات خلقنا ساحات تقريبا للتداول خلف الأرصفة اللي كانت موجودة، واللي جديدة بقت 8.6 جديدة عشان تصل ساحات التداول إلى 10.6 كيلومتر مربع. السكك الحديدية كان في خط سكك حديد ديزل، دلوقتي بندخل 17 كيلو سكك حديد كهرباء عشان يبقى فيه ديزل والكهرباء داخلين ميناء السخنة، ده لشغله وده شغله، وده له الشبكة بتاعته وده الشبكة بتاعته عشان يبقى عندنا 22 كيلو من السكك الحديدية داخل الميناء. الطرق بنعمل طرق خرسانية عشان تتحمل الحمولات التقيلة وطرق من الانترلوك والاسفلت 17 كيلو. المساحة بتاعت الميناء فنم زادت تقريبا 4 مليون متر مربع زيادة على مساحة الميناء الحالية عشان يصل اجمالي مساحة الميناء الى 25 كيلو متر مربع. ده شكل الارصفة فنم اللي بتنفذ دلوقتي، واللي تقريبا ال 18 كيلو بتنفذهم 13 شركة مصرية وطنية باستشاري مصري وطني. وصلت نسبة تنفيذ الأرصفة دلوقتي يا فندم حاليا إلى 80%. ده أعمال التكريك 70 مليون متر مكعب يا فندم من الرمال بتكركها ثلاث شركات، منها شركة أجنبية واثنين شركة مصرية وطنية لأول مرة تشتغل في موضوع التكريك وتجيب كركات وتشتغل مع جنبا إلى جنب مع الشركات الأجنبية. وصلت نسبة تنفيذ النهاردة إلى 27%. حواجز الأمواج كان لازم يا فندم عشان نأمن المجرى الملاحي ومدخل الميناء ونعمل اراضي مكتسبه في مدخل الميناء لان محتاجينها بشده،
عملنا حواجز امواج نفذتها شركه النيل العامه للطرق والكباري اللي تابعه لوزاره النقل بطول 3270 متر، وصلت نسبه تنفيذها النهارده الى 94%. اعمال الطرق يا فندم زي ما قلت لحضرتك طرق خرسانيه باحدث معدات فرش الخرسانه في العالم موجوده عندنا، تقريبا 17 كيلو من الطرق الخرسانيه والاسفلتيه والانترلوك، وصلت نسبه تنفيذها النهارده ل 55%. اعمال السكك الحديديه كان موجود يا فندم قبل كده سكك حديد ديزل زي ما قلت لحضرتك، ثم بنزود 17 كيلو علشان نصل الى 22 كيلو، وايضا بتنفذها شركات مصريه وطنيه بالمعاونه مع هيئه سكك حديد مصر، وصلت نسبه تنفيذها ل 70%. ده شايف من شكل الموقف الحالي النهارده. ده يا فندم الرصيف او ده الحوض الثاني والرابع اللي احنا متعاقدين معاهم مع المشغل العالمي الاول في العالم هاتشسون مع ام اس سي مع سي ام اللي موجود عندنا النهارده في اسكندريه، واللي ان شاء الله باذن الله هنسلمهم الـ الارض هنا فنم جاهزه في شهر يوليو القادم علشان يبداوا البنيه الفوقيه بتاعتهم، ودي تبقى اول محطه بعد سي ام اي بتسلم الى مشغل عالمي علشان يبدا ان شاء الله باذن الله بالتوازي يخلص معانا. وصلت نسبه تنفيذ يا فندم النهارده ل 81%. الخط الاول من شبكه القطار الكهربائي السريع اللي بيربط من السخنه، هل يا كامل لو اتدخلت تزعل؟ تحت امر حضرتك. لو اتدخلت تزعل يا فندم تحت امرك. ارجع تاني، ارجع تاني. انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه هنا جدا. الفريق كامل بيحكي الموضوع، ف مش هو دي اللي احنا ممكن نوصل بيها للناس احنا عملنا ايه، ومش الهدف ان احنا نوريهم احنا بنعمل ايه، لكن نوريهم ان الرؤيه عشان تتحقق ورا بينها مش بس افكار ولا جهد، لا ده حاجه كتير على بعضها. ونرجع التاريخ نقول ايه، احنا الجزء الاولاني من المينا اللي كان موجود استمر على كده بدون تغيير 25 سنه بالظبط يا فندم. طيب انا بس بقول كده ليه، لان انتم مهم قوي تبقوا عارفين ان تحويل الدوله من حاله لحاله تانية وعشان تاخد مكانها وتستفيد من موقعها لابد من بذل جهد، مش جهد تخطيط، لا تنفيذ، وارقام كبيره جدا من الاموال تضخ هنا. بدليل ايه؟ ان المسار اللي كان موجود قبل كده احنا طرحنا مينا السخنه قبل كده الجزء اللي هو الاولاني ده لمستثمر يعمله، صح كده؟ تمام يا فندم. وبالتالي واتعمل والحقيقه ده اتنفذ، لكن تطوير المينا عشان اللي احنا نعمله كدوله ونحققه ده كدوله كان لابد ان الحكومه تخش تبتدي تعمل برنامج ضخم جدا في بناء قدرات حقيقيه لاستفاده من موقعنا اللي احنا بنتكلم عليه. المينا اللي بيتكلم عليه كامل اللي بتحول من عشان نضيف له 10 12 كيلو ارصفه 18 كيلو ارصفه تاني، ده في كام سنه؟ في كام سنة؟ بدأت في كام سنة ستك؟ في أقل من سنتين. خلوا بالكم. فأنت أنت بتضغط على نفسك وبتضغط على مواردك عشان تعمل كده. بس أنت مضطر تعمل ده عشان تحط نفسك على خريطة بتقول فيها إن الدنيا بتتغير، وبتقول فيها إن في محاور بتخلق أخرى، ومن حق الناس كلها إنها تطور وتستفيد من موقعها. ومش بس من موقعها ومن قدراتها. أنا عندي قدرات مالية وعندي فوائد، من حق إن أنا مش أنا مصر استخدم، أنا أي إنسان، أنا أي دولة. طب إحنا هنقعد من غير ما نتحرك ونسيب بلدنا ونسيبها كامل؟ بلدنا. أنا كان ممكن هو كامل بيقول كده ما هو ده الفكرة وخلاص كفاية، لكن إحنا لازم نقول ليه ونشير ان 25 سنة ما زودناش. طب هي في عمر الدول حجم التطور يقعد بال 25 سنة؟ لا طبعا. طيب وكامل قال ايه، احنا زودنا 4 مليون متر مش كده؟ تمام يا فندم. كم منهم على البحر؟ كلهم على البحر. انا بقول كده عشان بس افكر، مش افكر كامل، ان الحتة دي والحتة دي
دي ما كانتش موجوده قبل كده خالص، مش كده؟ تمام يا فندم. طب بكام المتر كأرض؟ اه لا يقل، لا يقل عن 3000 ل 4000 دولار. طيب في كام متر؟ 4 مليون متر. في 3000 بكام؟ يبقى سيادتك تقريبا 12 مليار. بالمناسبه ده اللي الكركات والعربيات، أيوة، اللي شالته من هنا وجابته هنا بالظبط كده، بدل ما نرميه بره او نرميه انا اسف في عمق البحر الاحمر، صح كده؟ ايوه فندم. لما اتطرح الموضوع عليا قلت له كمان ما تعملوا ارض، انا قلت صح يا فندم، مش قلت كده؟ تمام يا فندم. طيب يعني بتقول انك تضيف 5 6 مليار دولار، مش 12 بقى، نص الرقم. طب انا عملت ده كله بكام؟ كل ده يا فندم ب 60 مليار جنيه مصري. ماشي، يعني ال 5 مليار مش ال 12 انا جبتهم؟ ايوه فندم، انا جبتهم بالطريقه ديت. ده انا جبتهم بطرق اخرى كمان. واحد، المسار اللي احنا مشينا بيه 25 سنه كان مسار جيد، لكن في كمان حاجات ممكن تبقى اكتر من كده. اتنين، اذا كنا عايزين نستفيد من موقعنا الجغرافي اللي هو موجود وعلى محور شريان رئيسي للتجاره العالميه، بيشيل 12-13% من التجاره بتعدي من قدام مننا، طب انا بعمل ايه؟ قاعد بقالي كتير سنين كتير اتفرج على ده وساكت. وانا ما اقصدش باللي انا بقوله ده ان انا يعني اتهم اي حد، لا 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 والله، لكن لما جت الفرصه بن ايه؟ نعملها. بنعملها. الكلام ده اتعمل هنا، ونروح على البحر المتوسط تلاقوا جرجوب زيه، وتروح على البحر المتوسط تلاقوا اسكندريه اللي احنا بنتكلم فيه زيه، وتروح على البحر المتوسط تلاقوا ابو قير اكتر منه، صح كده؟ سيادتك جاي كله، ما انا عارف. انا بقول عشان بس الصوره تبقى واصله للمهتم وللناس اللي في مصر تعرف ان المهم، المهم ده، ده المستقبل. كان في شاب في البحيره امبارح بيقول لي انا عايز اطمن على بكره بتاعي، قلت له صحيح، كل اللي بنعمله مش عشاننا احنا لبكره، مش عشاننا احنا للشباب وبكره، عشان ولاد مصر واحفادهم ان شاء الله. ف احنا كان نفسي ان احنا نقول خلاص ال 80% دول، ولا خلاص احنا بنفتتح ونشوف المينا زي مينا السخنه، يعني اللي هو بقى مينا عالمي. سيادتك بعد سنه من النهارده، وانا بقى حياتك قدام كتير، بعد سنه سيادتك هتلاقي محطه هناك شغاله زي اللي سيادتك هتشوف سي ام اي النهارده كتير. اللي هو ما هو سيادتك اللي انا خلصت، ولكن هاتشسون عايزه سنه عشان تعمل البنى الفوقيه اللي انا طيب عملتها في ست شهور هنا. طيب، ولكن هم ده الناس لهم طبعا نظامهم. طبعا طبعا، انا بقول على كل حاجه. ادي اول نقطه كان مهم ان انا وكامل بيتكلم ان انا يعني ادردش معاك فيها. نقطه ثانيه مهمه تعرفها، احنا قبل كده كنا بنعمل نقول للمستثمر خش اعمل الحاجه ونديله صرف، مش ايه؟ اي فندم. فلما صرف بياخد حق انتفاع، حق انتفاع. احنا ما عملناش كده في النموذج ده. النموذج ده احنا قلنا لكل الناس احنا هنعمل حاجتنا ونطرحها تيجي تشغلها، صح كده؟ تمام يا فندم. وندي الفرصه للجميع. ليه؟ لما انا كنت بطلب من مستثمر واحد او مستثمر اقنعه ان هو يجي ويشتغل ويعمل الحاجه شيء، وان انا اقول للناس انا عندي مكان جاهز للشغل حاجه تانية، صح كده؟ تمام يا فندم. فاحنا اللي احنا عملناه لا، مشينا بنموذج تاني. اه مكلف علينا. اه ايه؟ مكلف شوي، مكلف علينا شوي، ولكن في النهايه بقيت ادي الفرصه لمشغلين اخرين ان هم لو كانوا مهتمين ان هم يجوا هنا يتفضلوا. وده اللي حصل. الكلام ده هتلاقوه في اسكندريه، وهتلاقوه في ابوير، وهتلاقوه في العريش، وهتلاقوه في جرجوب، مش كده يا كامل؟ تمام يا فندم. وهتلاقوه في السخنه، اتفضل. في سيادتك بقى نموذج اكتر من كده كمان اللي حضرتك وجهت بيه ده، احنا فعلا نفذناه. بننفذ البنيه الاساسيه بالكامل بشركات مصريه بفلوس مصريه بدون اي قروض. بنيجي نجيب سيادتك مشغل عالمي، وبنطرح زي السخنه وزي كل الموانئ بتاعتنا عدا سي ام اي اللي انا هتكلم عليها دلوقتي. يجي ياخد حق انتفاع لاداره وتشغيل البنيه الفوقيه، لا يتملك حاجه خالص، البنيه الفوقيه لمدة من 15 أو 30 سنة، وبيديني سيادتك العائد بتاعي بالدولار.
عدا سي ام اي بتاعت النهارده يا فندم، وانا فعلا بحيي وبشكر حضرتك على مجهودك معانا ومستر رجل في سعاده، وهيبقى له كلمه النهارده وهيقولها. ده كان اول نظام نعمله، ويمكن نظام فريد اتعمل في مصر، ما اتعملش في حته ثانيه خالص. احنا حتى ما عملنا فنم البنيه الاساسيه، الراجل الكريم المحترم ده وافق ان احنا كمان نعمل البنيه الفوقيه، ويدوب يشارك معانا في بحصه 32% من المعدات. البنيه الفوقيه فنم دي عباره عن المباني والمرافق ومحطات المعالجه وكل الكلام ده زائد المعدات. وافق فقط حبا في مصر وتقديرا لحضرتك ومقامك لما جه تشرف بلقاء حضرتك في الاتحاديه في مصر الجديده، وافق يساهم فقط ب 30% من قيمة المعدات، واحنا جبنا المعدات بتاعتنا كمان بالدولار من داخل ميناء اسكندرية اللي احنا فيها النهارده. فده كمان ده نموذج فنم اكتر واكتر لصالح مصر، وهم الناس يعني رحبوا ومستفيدين طبعا ان هم يعني شغالين معانا، وهو يعني ان شاء الله باذن الله النهارده هيطلب من حياتك المزيد والمزيد ان شاء الله باذن الله. بعده اللي بيربط يا فندم بقى هنا عشان نخلق ما يسمى بالممر اللوجستي او المحور اللوجستي اللي بتتغنى بيه النهارده وبتعمل افلام عنه النهارده شركه هاتشسون اللي في العالم، وهم سامعين دلوقتي ان هم هيبقى لهم تواجد في محطات في العين السخنه ومحطات في اسكندريه، والقطر السريع، القطر السريع اللي هو قناه السويس على قضبان بيربط بينها. احنا فندم الخط ده طوله 675 كيلو في 21 محطة في مركز تحكم وسيطرة بيخدم عليها 15 قطر سريع و34 قطر اقليمي و18 جرار نقل بضائع كهرباء، وده موضوعنا النهاردة. النهاردة فندم احنا وصلنا بالبنية الاساسية اللي هي الجسور وطبطنها والسكة اللي عليها بفلنكاتها بقضبانها بمحطاتها الى نسبة 45% بتنفذها 46 شركة مصرية وطنية دلوقتي واحنا موجودين. فده ان شاء الله باذن الله لما هيكتمل باذن الله فعلا كمل منظومة الممر اللوجستي. زي ما قلت يا فندم ده بيمر بالمينا الجاف والمنطقة اللوجستية في العاشر من رمضان. المينا الجاف في العاشر من رمضان يا فندم مساحته 250 فدان. تعاقد معانا على تنفيذه شركه ام اس سي العالميه، وده شركه الشحن الاولى عالميا. مستر رد في سعاده الثالث على العالم، ده الاول على العالم معانا، وبدانا في تنفيذ المينا الجاف في العاشر من رمضان. دلوقتي يا فندم بننفذ زي ما حضرتك شايف كده دلوقتي خط سكك حديد يربط ده بسكك حديد القاهره السويس بالطريق الروبيكي مع منطقه الروبيكي، ثم خط اخر يربط ده موازي للطريق الداري الاقليمي والال ار تي، ويصل حتى بالبيس عشان يربط مع شبكه الجمهوريه كلها ويصل. يبقى هنا ده مينا جاف محوري بيخدم على مينا السخنه على البحر الاحمر، وبيخدم على مينا بورسعيد شرق وغرب على البحر المتوسط. الخط السكه الحديد يا فندم طوله 61 كيلو، في 16 عمل صناعي ما بين كوبري ونفق، في 6 محطات ركاب وبضائع. هو فندم طبعا بضائع بالدرجه الاولى، ولكن كل العمال والمهندسين اللي بيجوا كل يوم الصبح للعاشر من رمضان من الشرقيه بيجوا بعربيات وبوسائل مواصلات اخرى. ان شاء الله الخط ده هيخدم على الركاب والبضائع. مينا اسكندريه يا فندم اللي هو الطرف الاخر من الممر اللوجستي، وده موضوعنا النهارده. مينا اسكندريه احنا بنعمل فيه دلوقتي 15.5 كيلو ارصفه عشان يصل الى 30 كيلو، يعني كل اللي كان عندنا من يوم ما محمد علي عمل مينا اسكندريه 15 كيلو، النهارده بنضيف عليهم 15 كيلو زي ال 15 كيلو في خلال 3 سنوات، يعني من 21 من ساعه ما سيادتك ادتنا التوجيه والامر ان احنا نبدا نطور في مينا اسكندريه، ان شاء الله في نهايه 24 هيكون كل الكلام ده خلصان، وصلنا الى 30 كيلو ارصفه، عمقها 20 متر بدل ما كان عندنا 8 متر و12 متر، ساحات التداول اللي هي سيادتك بقى خلف طبعا ده كل ده اتخلق في البحر، ده اتخلق في البحر، ده اتخلق في البحر، كل ده اتخلق في البحر، فساحات التداول نفسها بتزيد، زادت معانا الى 7.7 الى 13 كيلومتر مربع. المناطق اللوجستيه ما كانش في حاجه في اسكندريه اسمها مناطق لوجستيه، ولا كان في ظهير حتى ارضي، كانت مينا اسكندريه فيها مسطح مائي والارضي شريط قليل جدا. سيادتك ايضا في 21 وجهت ان لازم نعدل المعادله، نخلي فيه ظهير ارض في مينا اسكندريه. بدانا فنم كل المناطق دي دلوقتي بتخش الى مينا اسكندريه، بالاضافه الى منطقه لوجستيه رئيسيه في حوض المتراس دي تقريبا هنشوفها دلوقتي مساحتها فوق ال 700 فدان. اصبح
ما كانش فيه اصلا مناطق لوجستيه، بقى عندنا 4 كيلومتر مربع. المساحه الميناء اتضاعفت، بدل ما كانت 15 كيلومتر مربع بقت 30 كيلو متر مربع. كل العناصر اللي شغاله دي يا فندم دلوقتي دي هنتعرض ليها عنصر عنصر عشان يصل ميناء اسكندريه الكبير ان شاء الله، سواء ميناء اسكندريه القديم او ميناء الدخيله اللي بتطور دلوقتي، وزائد من المكس اللي بينهما الى ميناء اسكندريه الكبير اللي ان شاء الله هيكون فعلا دره موانئ البحر المتوسط. معلش يا كامل هنرجع تاني. تحت امرك. انت اللي النهارده بتاعنا مش تحت امرك يا فندم. انا بس عايز اقول لكم حاجه على ميناء اسكندريه. وافكر الناس بان احنا لما كنا بنيجي يعني نعيد ضبط الموضوعات في بلادنا كان منها مثلا ميناء اسكندريه، وممكن اتكلم على ميناء دمياط برضو. احنا ما كناش بنعمل ميناء في ارض فاضيه، احنا كنا بنعمل ميناء اهدرت حدودها وضاعت معالمها. انا بقول كده كلام تمام يا فندم، يعني بالظبط كده. طيب انت شلت هنا خدت كم شقه في بشائر الخير عشان تفضي ايه؟ عشان افضي يا فندم المنطقه اصلا دي نجعيس والالومنيوم دول 900 شقه عشان افضيهم من المكانين دول وانقلهم في بشائر الخير. بكام؟ بمليار جنيه يا فندم. طيب الكلام ده بيتعمل في العريش دلوقتي؟ ايوه يا فندم. انا بقول للناس اللي في مصر كلها تعرف احنا بدأنا نعمل حاجة مش في ظروف عادية خالص. لو قلت الكامل قول لي التاريخ بتاع ميناء مثلا دمياط وحجم قضايا التحكيم، قضايا التحكيم اللي احنا دخلنا فيها نتيجة الأحداث بتاعة 2011، أنا بقول كلام معقول؟ تمام يا فندم. طب أنا بقول كده ليه؟ ما هنا في مستثمرين موجودين ما لهمش دعوة بالكلام ده خالص، مش كده يا كامل؟ ده صميم شغلهم يا فندم. يعني بقول لهم اللي احنا بصوا انتوا بتحطوا ايديكم في ايدين دولة بتكافح عشان تحط نفسها على خريطة الدنيا. على خريطة ايه؟ الدنيا. الدنيا. واللي بقوله ده اللي قبل كده اللي بيقول كامل من ايام سنين طويلة جدا الناس بنت ودخلت، ده الناس كانت بانية عمارة جوه ومدرسة جوه الميناء. سيادتك هتشوفها دلوقتي. ما انا عارف. انا بقول للناس الكلام ده بفكر ليه؟ لان كامل هيحاول بس عشان الوقت ما يبقاش كتير ان هو يتكلم على المستحدثات، لكن انا بيهمني اقول التاريخ. طب اقول التاريخ ليه؟ عشان تعرفوا ازاي لما رحت جرجوب انا ما شفتش ده كده. ما شفتش ده ايه؟ ارض فاضيه. لما رحت برنيس ارض فاضيه. ما تعذبتش ولا صرفت اكتر من ان انا اعمل المنشأ نفسه. واصعب حاجه انك انت تخش على مكان حصل فيه يعني تشويه كبير قوي وتواجد لناس وانت مضطر انك انت تمشيهم، وعشان تمشيهم ما تظلمهمش تقوم تصرف كمان. عشان ميناء اسكندريه يبقى ميناء بالمستوى ده وكامل يقول يبقى هو درة مصر، احنا بنتكلم في ارقام كبيره جدا جدا انفقت عشان بس ان تسويه الموضوع. هو النهارده المنطقه اللوجستيه اللي كامل بيقول عليها دي منطقه سبخيه. سيادتك هتشوفها دلوقتي. حاضر. يعني انا مش هممني انتوا، ما لازم هتتعمل كده تمام، بس هتتعمل بكام عشان في الاخر وزير النقل يتكلم في محور لوجستي من السخنه لاسكندريه في تفاصيل كتيره جدا جدا جدا. يعني كامل ما اتكلمش مثلا على طريق السخنه اللي احنا بنعمله عشان يخدم على الميناء، صح كده؟ تمام يا فندم. ده بكام ومساحته قد ايه وكام حاره وقد ايه؟ يا جماعه انا لما بكلمكم كده يا مصريين مش بكلم الناس بتوع النقل، فاهم يا حسن؟ انا بكلم الناس بتوع مصر تعرفوا يعني ايه دوله. الدوله مش اكل وشرب. الدوله مش اكل وشرب. الدولة دولة حاجة تانية خالص غير اللي احنا بنتكلم فيه. وعشان كده باجي ايه اكتر في الكلام. اكتر يا كامل في الكلام. اتفضل. هم سيادتك قايلين نص ساعة، فانا ممكن اتكلم ساعتين ثلاثة بس قايلين نص ساعة. لا بعده
كان اول مبنى فني او اول منشأة اتعمل على طول عشان كمية السيارات اللي ساتك اي حد يخش فيه، السيارات المستوردة بالمناسبة اللي يخش المينا يلاقي كل الشوارع بتاعتها عبارة عن جراج مفتوح. كان لازم نلم الكلام ده كله ونعمل جراج متعدد الطوابق من 5 طوابق، مساحته 75,000 متر مربع، طاقته الاستيعابية 4,000 سيارة، ده خلصان 100% وموجود دلوقتي وشغال. الخدمات البحرية، الخدمات البحرية يا فندم كان دايما احنا ولنا الشرف ان احنا بنعتمد في كل حاجة على الترسانة البحرية للقوات البحرية وشركة المصرية للصناعات البحرية، ولكن كان لازم نعمل حاجة. عندنا ورشة كانت موجودة قديمة قوي، فكان لازم نعمل ورشة ونطورها ونعمل رصيف ما يسمى برصيف الخدمات البحرية عشان يتراكع عليه الأطرات ولنشات الإنقاذ والإرشاد. الرصيف ده طوله 160 متر، وبالمناسبة يا فندم في الظهير بتاعه ده الورشة اللي بقت على أعلى مستوى النهاردة عشان تقدم التأمين الفني الجيد لهيئة ميناء اسكندرية. الرصيف ده طوله 160 متر، 10 متر عمق، 100%، ونفذته شركة أيضا النيل العامة للطرق والكباري. أنا فني معلش أنا بركز بقول النيل العامة للطرق والكباري لأن أنا معايا السادة وزراء النقل السابقين موجودين. هذه الشركة أقدم شركة طرق وكباري في مصر، كانت ماتت وكانت بتخسر بتوجيهات حضرتك ومجهود الناس اللي فيها ومجهود الشركه القابضه بتاعتها. الشركه دي يا فندم دلوقتي الشركه دي كسبانه، الشركه دي بتاخد شغل كبير جدا زي كل شركات القطاع الخاص. المشروع اللي بعد كده يا فندم هو رصيف الاخشاب والغلال 85/3، ده حضرتك ايضا شرف بوضع حجر الاساس ليه في سبتمبر 21. الرصيف ده يا فندم طوله 433 متر، العمق 15.5 متر، ساحه التداول بتاعته 35,000 متر مربع، 100%. هنا يا فندم الرصيف ده المنطقه دي يا فندم كلها دي كانت قايمه على هنا حاجه صغيره كده اللي هو السير ده عشان يغذي، كانت تيجي المراكب تقف هنا عشان يغذي الصوامع دي. والدكتور علي كان كل يوم انا وهو نتكلم ونشوف نحل المشكله دي ازاي، واصبح عندنا تلال من الـ 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 الاخشاب بتتشون في الشوارع بتاعت المينا، والمراكب اللي بتيجي عايزه تفرغ الغلال بتاعتها مش لاقيه مكان. كان لازم نعمل هنا وفي الميه ايضا نتيجه ان ما كانش في اراضي موجوده، عملنا الرصيف ده فن بالكامل، واصبح دلوقتي بقت مراكب الغلال تنزل باكتر من طريقه، يا اما عن طريق السير ده يا اما عن طريق البرجات اللي بتطلع في النقل النهري زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي، عشان يبقى عندنا نقل متعدد الوسائط بري نهري سكك حديديه بتخلي من كل موانئ مصر دلوقتي يا فندم ان شاء الله. هنا عندنا فندم كباري الهويس، كباري الهويس يا فندم ده كان الكوبري ده كان طبعا كوبري قديم ومتهالك وكان منخفض شويه، كان يجي البرج ده يعدي او الصلده يعدي من تحتيه كان يبقى شايل راسه واحده، فده علشان المستثمرين وانا بدعوهم كلهم، عشان المستثمرين اللي كانوا بيقولوا ان احنا عندنا مشكله في النقل النهري وعايزين يعني نعظم النقل النهري عشان ده نقل رخيص ولا يلوث البيئه و و و، احنا كان لازم نفنم ده نرفع، عملنا كوبرين جداد، كان كوبري سطحي عادي ديك بريدج، ثم جينا علناه 2 كوبري يا فندم للسيارات، وبينهما طبعا اعلى من يعني الكرير هايت بتاع الميه هنا يا فندم ده يسمح بعبور الصال اللي هو اللي شايل 2 رصه فوق بعض، عباره عن 2 كوبري زي الكوبري السكه الحديد، كوبري السكه الحديد ده عشان وساتك هتشوف دلوقتي في الافتتاح عشان البرج يقدر يعدي وده موجود مش هينفع، فكان لازم ده يتفتح ثم بعد كده يعدي البرج وبعد كده يتقفل والسكه الحديد تعدي، منظومه بتدار بشكل دقيق جدا يوميا بيعدي لا يقل عن 30 ل 40 برج من ده، وبيعدي تقريبا ما بين 5 ل 6 قطارات لشحن الغلال فقط للدكتور عالم صلحي وزاره التموين الى صوامع امبابه، وده الصوامع الرئيسيه عندنا اللي بنخلي ليها القمح. ده نسبة تنفيذ يا فندم 100% وشغال، وسيادتك هتشرفه بتاع فيديو. ده يا فندم العمارة اللي سيادتك كنت بتسيادتك بتقصرها، العمارة يا فندم دي اتبنت في غفلة من الزمن على أراضي وزارة النقل، على أراضي مينا اسكندرية. أنا آسف يا فندم، المينا والمحافظة قعدوا يتخانقوا مع بعض ودخل واحد اعتدى على الأرض وأخذ الأرض وبنى فيها هذا البرج. طبعا الكلام ده فندم كله رجع للدوله والدوله خدت حقها واصبح ده ملكنا بالاراضي المحيطه حتى بيه كلها وتم استغلالها. ده طبعا يا فندم ده المصب بتاع المجرى الملاح النهري الرئيسي في مصر لمينا اسكندريه اللي داخل على ترعه النبريه اللي جايب من كل من نهر النيل من اسوان حتى اسكندريه.
لو رحنا فندم لمينا الدخيله بنعمل فيه محطتين مهمين جدا، محطه صب جاف نظيف في مينا الدخيله. الصب الجاف نظيف يا فندم ده عشان نواجه حجم الطلب الكبير جدا والزياده الكبيره جدا في القمح والذره والرز والغلال اللي بتيجي مصر دلوقتي، بنزود محطات الصب الجاف النظيف بل وتصنيع الزيوت من الذره وتصنيع النشا والبسكويت من القمح. بنعمل محطه فن برضه في الميه، لان احنا زي ما قلت في البدايه مينا اسكندريه كانت مخنوقه. سيادتك واجهت ان احنا ناخد كل الاراضي اللي شمال طريق الماكس زائد الاراضي اللي كانت موجوده العشوائيه وخدناها فعلا، وخدنا ارض التجاريه الاخشاب، ولكن ما عندناش وسيله اخرى غير ان احنا نردم في البحر. ونعمل طبعا عشان نردم في البحر بالاسلوب ده احنا بنعمل سيادتك خوازيق ثم نعمل عليها الرصيف بتاع او سقف الرصيف بالخرسانه عشان يبقى عندنا ان شاء الله باذن الله ارصفه بطول 1150 متر بعمق حتى 19 متر، ما كانش موجود قبل كده في الدخيله ولا في اسكندريه الاعماق دي خالص. احنا بنقول من 16 ل 19 لان هيبقى من هنا من النهايه كل ده يا فندم هيترمم برمل من البحر، هيبقى هنا 16 ويتدرج الى 19 متر. اقدر اوقف بقى المذر شيب والحاجات الكبيره اللي شايله يعني فوق ال 100,000 طن سواء قمح او غيره. ساحات التداول بتاعته هتبقى 300,000 متر مربع في المنطقه دي متصله بالارض، وصل نسبه تنفيذه النهارده ل 35%، وده فن برضه بتعمله شركه مصريه وطنيه بالجنيه المصري واستشاري مصري. بعديه سيادتك المحطه اللي هتبقى فعلا من اهم محطات مينا اسكندريه الكبير هي محطه تحيا مصر 2 متعدده الاغرار على الرصيف 100. الرصيف ده فن كان عباره عن الجزء بس ده كان حاجز امواج كده، كل ده اترمم جوه الرصيف جوه الحاجز، بنعمل الرصيف عليه دلوقتي. وكل ده فنم هنا في حواجز امواج سيادتك هتشوفها دلوقتي اهي بتتعمل لفنم شمال هنا، ثم هنردم في ما بينها عشان نشكل جسم الرصيف النهائي علشان يبقى عندنا ارصفه بطول 1680 متر وعمق 18 متر، ساحه تداول 1.8 مليون، وصل نسبه تنفيذه 30%، وده فن متعاقدين قبل ما نبدا فيه مع هاتشسون وام اس سي وكوسكو هنا في رصيف 100 بالدخيله. حواجز الامواج كان لازم افنم عشان نطور المينا ويبقى حوض واحد، طبعا الحاجز ده فنم هيتشال. بننشئ خمس حواجز امواج باجمالي اطوال 7 كيلو متر طولي. دي هنستهلك فيها 7.5 مليون طن من الصخور والكتل الخرسانيه عشان نأمن حوض المينا ده، ويبقى عندنا نقدر ندخل مراكب في مينا اسكندريه تقريبا نقول 330 يوم من ال 360 يوم اللي هم على مدار السنه. ده شكل يا فندم حواجز الامواج اللي هتتعمل اللي بدأنا نعملها دلوقتي في اتجاه الشمال عشان نملى ده رمال ونخلق شكل الرصيف للمره الثانيه، عشان اقول ما عندناش ارض نقدر ننمي فيها مينا اسكندريه اكتر من كده. ده شكل الحاجز الشمالي دلوقتي، وده شكل الحاجز الغربي. المنطقه اللوجستيه المتكامله في حوض المتراس يا فندم دي سيادتك صدقت لنا وطلع فعلا بيها تصديق وقانون ب 873 فدان. المنطقه الخضراء دي المرحله الاولى، والمنطقه دي المرحله الثانيه، وزي ما سيادتك اشرت دلوقتي كل دي كانت مناطق سبخيه. كان ده جزء كان شمال محور التعمير القديم، ثم لما اتعمل محور التعمير الجديد خلق منطقه اخرى. خدنا الاثنين مع بعض 783 فدان بنشتغل في المرحله الاولى منهم دلوقتي اهو زي ما حضرتك اشرت بالظبط. بنردم بفن بنجيب رمال من الصالحيه ومن الشرقيه ومن وادي النطرون علشان نخلق الارض ثم نبدا نحسن التربه. احنا المرحله الاولى 273 فدان وصل نسبه تنفيذها الى 50%، بتنفذ اعمال تحسين التربه فعلا الشركه القابضه للطرق والكباري، سواء شركه النيل لانشاء الطرق او شركه النيل لعمل الطرق والكباري. تحسين التربه احنا فن بقى عندنا دلوقتي القدره وعندنا الخبره والنهاية بتاع تحسين التربه هنحسنها. متعاقدين مع تحالف شركة مصرية وطنية شركة سياك مع سي ار ار سي الصينية، بمجرد ما احنا نخلص التحسين التربة هيبدأوا يشتغلوا ويعملوا فنم لأول مرة بمفهوم جديد منطقة لوجستية صناعية في ظهير مينا اسكندرية.
كل الخضروات والفواكه بتاعتنا هتيجي تتعبى وتتغلف وتصنع هنا، كل الكونتينرز بتاعتنا هتصنع هنا، كل مستلزمات الانتاج اللي هتيجي من بره هتعمل عليها القيمه المضافه هنا، وهترجع تاني وعطى الزرة من ميناء اسكندريه، عشان زي ما هتكلم دلوقتي نعظم تجاره الترانزيت اللي سيادتك قبل كده اشرت وقلت وبعت وحضرتك تقرير رسمي جه لحضرتك قلنا ان ممكن او اتقال في التقرير ان ممكن تجاره الترانزيت دي تجيب لمصر اكتر من دخل السياحه سنويا. محطة تحيا مصر يا فندم، نرجع خطوة وسيبنا نقول التعليق ده تحت امرك. انا بس عايز اقول لكم ايه، هو كامل بيقول ايه، هنا هتبقى المنطقة دي هيتعمل فيها بعض الصناعات، صناعات لينا وصناعات للشركات. تمام. يعني ايه؟ يعني عايز يقول لكم ان هنا هتيجي حاويات من دول صناعية كبيرة تنزل حاجتها هنا، نعمل عليها احنا شغل وبعضها نعيد تغليفه، نعيد تنظيمه في عشان مراكب صغيره ثانيه تشيله. انا بقول كلام معقول بالظبط يا فندم. انا بس بقول لينا مش للناس اللي عارفه الشغله دي، انا بقول للمصريين. انت كنت فاكر ان انا ممكن اعمل شغل للناس ازاي؟ اخلي الناس تشتغل في الحته دي ازاي؟ اوفر فرص عمل هنا مش باللي بيتعمل دلوقتي، اللي هيتعمل بعد كده ازاي؟ انك انت تقول ان انا معلش هخرج عن السياق شويه، أنا كنت بقول دايما إن أفريقيا البنية الأساسية اللي فيها تحتاج إلى آلاف المليارات من الدولارات عشان تبقى دول، عشان تبقى إيه؟ دول دول، وعشان الناس اللي فيها تعيش صحيح، وعشان تبطل اقتتال، وعشان الناس بتتقتل ليه؟ مفيش أمل، وعشان تعمل الأمل عايز تبني كتير قوي، مش تبني طريق زي ما الناس كلها فاكره ان احنا بنعمل طريق. انا بشرح الشرح ده ليا وللمسؤولين وللناس في مصر وللناس اللي مهتمه في العالم تعرف الدول ليه مش مستقره. الناس عايزه تعيش، الناس عايزه كامل تاكل وتعيش وتشرب. عايزه تعيش، طب ازاي؟ فحد يقول لك ايه، احنا بس عايزين نعمل ندي للناس فرصه للحريات اكتر تتكلم، صح، بس خلي بالك الناس مش هتفضل تتكلم وتتفرج عليك، لازم يشتغل، هيسيبك لا لا هيسيبك ويطلع على البحر يهاجر. ان ما كنتش تعمل له ده، الفريق كامل الموازنه او الفلوس اللي اتخصصت له خلال فتره وزاره النقل كام؟ 1.9 تريليون. لا قول رقم يتحفظ بقى. 2 تريليون 2000 مليار جنيه. حد يقول لي على مدى ال 30 سنه اللي فاتوا وزاره النقل خدت كام؟ كام؟ انا بقول لكم الكلام دوت عشان تعرفوا ان احنا بنحفر مستقبل بلدنا. مستقبل مين؟ بلدنا، وان شاء الله هنعمله. طبعا ان شاء الله. انا ما عنديش اي شك خالص زي ما انا شايفك كده، بس انا بحكي الحكايه ديت وللناس في مصر اسمعوني كويس. انا مش كل طوبه بتتعمل طوبة بتتعمل في البلد دي انا معاها وشايفها وورا الراجل. البيت اللي بيقول عليه العمارة اللي طلعت دي كلام قوي صعب اقول، قلت يتقبض عليه وما يخرجش الا لما يسيب الارض كده ولا مش كده؟ صحيح. ولا نسيت؟ لا يا فندم تمام. مش كده يعني معناه الرئيس قاعد واخد باله ان الفساد اللي اتعمل لا يمكن يسيبه؟ طبعا. واللي خد الارض جوه المينا لا يمكن يسيبه حتى لو عمل ورق مضروب في غفله من الزمان. لو ما عملتش كده اوعى تزعل يا كمال. يقدر المحافظ يعمل كده؟ لا خايف. يقدر وزير النقل يعمل كده مش انت؟ لا خايف. لا ايه؟ خايف. اللي عايز يبني بلده ما بيخافش ابدا الا من ربنا سبحانه وتعالى اللي هيحاسبه. انا بقول الكلام ده وبشرح فيه كتير اكتر كتير من اللي انت بتقول عليه. تمام. عشان ايه؟ عشان في كتير يقول لك إيه؟ انتوا بتعملوا ده ليه؟ الطريق ده بتعملوه ليه؟ انت بتعمل الرمل بتردم هنا ليه؟ بردم هنا ليه؟ المستقبل بتاع البلد دي ان ما كانش فيه بنيه اساسيه تليق بدوله انتوا مش بتعملوا مستقبل خالص. مش بتعملوا ايه؟ مستقبل خالص. والكل بتقول ايه الاكل والشرب وبتاع، هو ده. اقول حاجه صعبه؟
هو احنا حرمنا الناس عشان نعمل ده كامل؟ لا طبعا. لا احنا بنقسى على نفسنا شوية. ايوه. ارجو ان الضيوف اللي موجودين عندنا ما تضايقوش من كلامي، ارجو الضيوف اللي عندنا ما تضايقوش من كلامي، انا بكلم الناس في بلدنا، انتم حاجة في بلادكم واحنا حاجة تانية. احنا بنمثل الجنوب المتوسط بتحدياته ومشاكله، وانتم في هناك في بلادكم خلصتوا كلامنا من زمان، عندكم شبكة سكك حديد تربط القارة الأوروبية كاملة، عندكم شبكة طرق تربط القارة الأوروبية كاملة، عندكم مصانع، عندكم ده. احنا بنحاول نعمل حاجة عشان نعيش احنا كمان، عشان احنا كمان نعيش. اتفضل يا كامل. انا كنت افنم في كلمة قالها لي رئيس شركة تلس العالمية، وتلس ده معروفة وهو سمعني دلوقتي بالمناسبة، كنت مأجلها الاخر بس طبعا يعني عشان الكلام اللي حياتك قلته دلوقتي هي فعلا بتنطبق عليه. رئيس تلس كان عندي اول امبارح الصبح الساعة 8 قال لي كتير من دول العالم بتحلم وعندها طموحات، بس مصر الدولة الوحيدة اللي بتحلم وعندها طموحات ولكن بتنفذ هذه الطموحات وهذه الاحلام. قال لي انت، انا اسف يا فندم، انا يعني لا لا يعني طبعا يتهموني زي ما يتهموني، قال كده بالظبط، قال انتوا عندكم رئيس حول معنى كلمة امبوسيبل الى اي بوسيبل بالنص كده. مصر فعلا ستستطيع يا فندم ان شاء الله باذن معاك باذن الله الرحمن الرحيم. بعده النهارده يا فندم محطة تحيا مصر ودي عروس اليوم اللي احنا سيادتك بتشرفنا بافتتاحها، كانت يا فندم عبارة عن ارض وفي حاجز امواج صغير كده كانوا بيسموه زمايلي كانوا بيسموه ايام زمان كوع القرد. المهندس ثاني ضاحي بيضحك لان طبعا الكلام ده التسميه ده كانت من ايامه يعني. كان كوع القرد ده موجود في قلب حوض ميناء اسكندريه. وبعدين انا جيت في يوم بفنم بقول لحضرتك احنا فنم عندنا مشروع فكرنا فيه وبنخططه وهنعمل مشروع اسمه محطه تحيا مصر. فحضرتك قلت لي المشروع ده من 2015 بتعرض عليا، هو انتوا لسه ما بداتوش فيه؟ قلت لحضرتك يا فندم ما بداناش فيه وهنبدا فيه وهنخلصه ان شاء الله باذن الله، وسيادتك هتفتتحه في خلال سنتين. الكلام ده كان في نهايه 19 بعد التعيين تقريبا من بسنه يعني. لا جبنا فلوس يا فندم من قروض ولا خدنا فلوس من حد ولا جبنا شركه عالميه عملت لنا. ثلاث هيئات ومؤسسات قويه في مصر، هيئه قناه السويس والشركه القابضه للنقل البري والبحري وهيئه ميناء اسكندريه، تعاونوا مع بعض يا فندم 33% 33% 34% وبنوا هذه المحطة. سواء الفلوس المصري اللي هي تقريبا وصلت حوالي 7 مليار جنيه مصري وعملة تقريبا في حدود ما يوازي 2 مليار، يعني تقريبا 9 مليار جنيه مصري كلهم من هذه الهيئات الثلاثة. وخلصت المحطة زي ما حضرتك تشوف النهاردة بدون ما نستدين مليم واحد. ده أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة في النهاية، احنا فنم لحد النهارده في 3 شهور تشغيل تجريبي من شهر فبراير لحد النهارده، وانا يمكن قلت لحضرتك ان احنا بدانا نشتغل تجريبي واستاذنت حضرتك وجيت انا ودوله الرئيس مصطفى مدبولي وشفنا التشغيل التجريبي. في الثلاث شهور اللي فاتوا يا فندم دول احنا دخلنا 50 مركب شايله او نزلت عندنا 60,000 حاويه. حد هيقول ده ال 50 مركب بتشيل كتير جدا، ايوه، ولكن هو ده الترانزيت. ال 50 مركب بتيجي شايله مثلا 80 90 100,000 حاويه، ما بتنزلهمش هنا كلهم وتمشي، وده اللي ما كانش موجود قبل كده هنا، لا ده بتنزل هنا ما بين 10 ل 12 ل 15,000 حاويه وتكمل رحلتها وتيجي مركب ثانيه تاخد دول او الحاويات دي تدخل دلوقتي زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي تروح الميناء الجاف في 6 اكتوبر بالسكك الحديديه، يعاد تعبئتها وتغليفها وتصنيع جزء منها في المنطقه الصناعيه في 6 اكتوبر وترجع تاني وعاد تصديرها. يبقى النهارده في 3 شهور دخل لنا 50,000 او 60,000 حاويه، منهم 30% يعني 20,000 حاويه فقط ترانزيت، دول نزلوا احنا فنم خدنا في الفتره اللي فاتت دي فقط. وانا قلت لحسن بيه دلوقتي رئيس البنك المركزي دوله معالي رئيس البنك المركزي، قلت له احنا في الثلاث شهور دول دخل لنا 10 مليون دولار في 3 شهور تشغيل تجريبي. احنا فنم مستهدفين 5 مليون دولار شهريا، 5 في 12 ب 60 مليون دولار في 5 سنوات ب 300 مليون دولار، هم 9 مليار جنيه اللي انا صرفتهم، وفي 5 سنين ان شاء الله باذن الله مع كل زمايلي هنجيب اللي احنا صرفناه ان شاء الله.
بدأنا يا فندم المحطة بتطهير الحوض المائي من المنتجلات، كان في سيادتك أجسام كتير جدا غارقة، تقريبا 370 هدف كانوا غرقانين في منطقة الحوض بمعاونة هيئة قناة السويس، وبشكرهم على كده. الفريق أسامة ربيع مشرفنا النهاردة وتعاون معايا وطلعنا يا فندم كل الأجسام الغارقة دي عشان لا 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 يا كامل، الموضوع ده معلش أنا عارف. لا ما أنا عارف إنك عارف يا كامل، أنا عارف إنك عارف. كنت أنا والمهندس محلب بنزور هنا اسكندرية بافتتاح حاجة، فقلت له إيه ال 2016 إيه اللي موجود في البحر ده؟ إيه المينا دي؟ إيه ده؟ إيه البلد دي؟ هو حد يزعل مني إيه؟ إيه ده إيه ده إيه ده؟ شيلوا الكلام ده وجاب هي قناة السويس وحاجات تانية واتشالت ال ومنها كانت مركب رزق غرقانة بالكامل، وفي بعضها كان فيها متفجرات تحت في البحر، صح كده؟ تمام يا فندم. انا بقول كده ليه؟ انت النهارده بتشوفها كده، بس عشان يتشالوا دول بفلوس، مش كده يا كامل؟ تمام يا فندم. وعشان يتعمل ده كله بفلوس، عشان تبقى المينا مينا، مش اسمها مينا، تبقى ايه؟ مينا حقيقي، مش اسمها مينا. كان الاول اسمها مينا. طب لسه الحلم دي خطوه من الف خطوه ان شاء الله. اتفضل. ان شاء الله. 370 هدف فني انتشلناهم من اعماق المينا والمنطقه المحيطه بالمحطه. جلبنا رمال من البحر يا فندم عشان نقل الرمال من على اليابسه، من على سواء وادي النطرون او الصالحيه. اولا رمال غير صالحه لتخليق المحطه، لانها محتاجه رمال بمواصفات معينه، زائد مش موجوده اساسا وغاليه. جلبنا رمال من عرض البحر وردمنا ال 12 مليون متر مكعب في المنطقه بتاعه المحطة. ده كان شكل المحطة يا فندم، اهو كوع القير ده اهو، ايام لما كان موجود في 2019. في 20 بدأنا نردم بالمنظر ده، 21 يا فندم انتهى ما يسمى بالبنية الأساسية للمحطة اللي هي الردم وأعمال الديافرام وأعمال سقف الرصيف زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي في البنية الأساسية. بعده بدأنا يا فندم على طول نعمل الـ 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 الارض دي. بدأنا بعد ما ردمناها لازم نحسن التربه، لانها طبعا تربه ردم فلازم تدك ولازم نخرج منها المحتوى بتاع المياه الجوفيه منها. بقى عندنا مسطح 420 الف متر مربع محسن تماما. بدأنا بعد كده نعمل الحوائط اللوحيه او الديافرام وول اهي بماكينات مصريه. الفرايز كلها فندم كلها من ضمنها حاجات من الشركات المدنيه، ومن ضمنها حاجات من اثنين فريزه فنيه من اللي سيادتك وجهت بتدبيرهم اثناء ما انا كنت في الاهلي الهندسيه للقوات المسلحه. وجبنا ال 31 مكنه خوازيق زائد اثنين فريزه، النهارده اصبحوا اربعه وخمسه فريزه موجودين عندنا. اصبح عندنا القدره اللي في اي وقت حضرتك تقول اعملوا مينا بالشكل ده نقدر نعملها طالما امتلكنا معداتنا وامتلكنا قدرتنا. ده سقف الرصيف يا فندم. البنيه الاساسيه لما خلصناها بقى عندنا ارصفه 2530 متر شمالي وجنوبي وغربي، باعماق 17.5 متر اللي هي المنطقه المحيطه اللي انتشلنا منها المنتشلات وكركناها وعمقناها ل 17.5 متر. ساحات التداول 460 الف متر مربع، استهلكنا فيها خرسانه 400 الف متر مكعب خرسانه مسلحه، 100 الف طن حديد تسليح، 166 فندر، 183 مدفع رباط. المرافق والبنيه الفوقيه فن من اللي احنا بدانا نشتغل فيها ايضا بشركه اجمت الشركه الوطنيه المصريه، عباره عن مجموعه من المباني اهمها مبنى الاداره والتحكم اللي بيدار منه ده العقل المفكر للمحطه كلها فن، زي المبنى بالظبط اللي سيادتك دخلت فيه في سنغافوره ورجعت يا فندم هناك بالسلامه وقلت لنا لازم عندنا محطات ولازم عندنا مواني زي سنغافوره. وسيادتك هتشوف دلوقتي مفيش مخلوق بيتحرك على المحطه، مفيش حد بيدير حاجه يدوي، كل حاجه بتدار من هذا المبنى وسيادتك هتشرفنا بيه النهارده، بالاضافه طبعا مستودعات ومخازن وورش ومولدات كهرباء ومحطه معالجه ميه صرف صحي ومحطه تحليه ميه بحر، كل ده بالاضافه طبعا لمرافق الشبكات. بعده جبنا المعدات يا فندم عشان نخلي المحطه دي احدث محطه بمعدات تشغيل زي كل المحطات الحديثه اللي في العالم بتشتغل مع الجيل الجديد من السفن العملاقه. جبنا اربع تونات رصيف
ان شاء الله ساعتها تصل الى 10 توناش لما المحطه توصل الى الطاقه القصوى بتاعتها. جبنا 12 ونش ساحه هتصل الى 30 ونش لما المحطه تصل الى الطاقه القصوى بتاعتها. جبنا 32 جرار حاويات هتصل الى 71 جرار عند وصول المحطه للطاقه القصوى للتشغيل. المحطه كلها فن بتدار من هذا المبنى وهذه الغرفه اللي بيعمل بالنظام الالي بالكامل من مبنى الاداره والتحكم. المحطه فن مزوده بنطاقين من البوابات كلها بوابات حديثه للكشف عن الحاويات، وفي اجهزه اكس راي موجوده عشان تكشف عن الحاويات فقط اللي هي مش هتعدي على الجرين كوردور او القايمه البيضاء زي ما هيتكلم دلوقتي زميل الدكتور محمد معيط. كل القايمه البيضاء يا فندم عشان بقى نسرع وعشان نعظم الترانزيت بتخرج كل الحاويات، ولكن 10% من بعض الحاويات اللي هي مش على القايمه البيضاء بتتكشف عليهم فرقعات فقط وسلاح، ثم ما بتتفتحش هنا يا فندم، تركب على القطر وتجري على ميناء اكتوبر زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي. باكتمال المحطه يا فندم اصبح عندنا منطقه رئيسيه لساحات الارصفه ومحطات الحاويات بطول 1900 متر. عندنا ايضا ساحه وارصفه للبضائع العامه والسيارات بطول 630 متر. ده يا فندم الرورو ده الرصيف بتاع السيارات اللي بينزل السيارات على المحطه. ثم عندنا المنطقه الاداريه والفنيه اللي فيها مبنى السيطره والتحكم والورش والمباني الاداريه، ثم عندنا منطقه البوابات الذكيه هنا نطاقين يا فندم اهو، وهيشرح لسيادتك النهارده دي مهمتها ايه ودي مهمتها ايه. ثم ساحه الفحص المشترك لل 10% اللي هو ممكن نفحصها، ثم المنطقه طبعا في الاخر هنا عملنا دلوقتي بننفذ سكك حديديه عشان نربط المحطه بالمينا الجاف في السادس من اكتوبر. المحطه يا فندم دلوقتي طاقتها 1.5 مليون حاويه و2 مليون طن بضائع و1000 سياره من على الرصيف ده، اجمالي الطاقه بتاعتها من 12 ل 15 مليون طن بضائع. لو حولنا بقى دول زائد دول زائد اللي في الحاويات يطلع تقريبا 15 مليون طن بضائع سنويا. الممر الثاني يا فندم الذي لا يقل اهميه عن السخنه الدخيله اللوجستي هو ممر القاهره اسكندريه اللوجستي، واللي سماه كده يا فندم مش احنا، زي ما هاتشسون سموا الممر الاولاني اللي سمى ده البنك الدولي يا فندم، لان البنك الدولي هو اللي بيموله. بيبدا يا فندم من منطقه سكك حديد مصر في منطقه بشتيل في قلب الجيزه، ثم بينتهي في ميناء اسكندريه الكبير ايضا، بيربط بينهم خط سكك حديد بشتيل الاتحاد الاباري اللي بيتطور دلوقتي يا فندم، سواء ازدواج للخط زي ما حضرتك بتشوف دلوقتي وتطوير للبنيه الاساسيه وتطوير للاشارات، مرورا بالمينا الجاف في الثالث من اكتوبر اللي بيربطه بهذا الممر اللوجستي وصلت خط المناش 6 اكتوبر، ومينا السادات اللي بيربطه بهذا الممر اللوجستي خط سكك حديد كفر داوود السادات. دي يا فندم محطة سكك حديد مصر بشتيل، مش محطة بشتيل، محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل. المحطة يا فندم دي عشان ما نشرحش فيها كتير، دي نسبة تنفيذها النهارده 95%، وإن شاء الله بإذن الله سنتشرف بافتتاح سيادتك ليها قريبا إن شاء الله بإذن الله. هنا يا فندم الخط ثلاث أجزاء، الجزء الأولاني من بشتيل للاتحاد ده 89 كيلو بنعمل له ازدواج وتطوير الإشارات والبنية الأساسية. الجزء الثاني من الاتحاد للأباري وده الجزء المهم جدا في نقل البضائع وهيربط مع الخط مع القطر السريع، بنطور فيه السكة والإشارات وهنسيبه مفرد لأن طاقة النقل من المنطقة دي للمنطقة هنا تكاد تكون إليها شوية. صحيح مصر كلها بتميل في اتجاه الغرب، كل دي أراضي زراعية وسيادتك هتشوف دلوقتي سواء مستقبل مصر او جنه مصر او الدلتا الجديده، مصر كلها بتميل في اتجاه الغرب، عشان كده الخط ده مهم جدا والبنك الدولي فعلا مهتم بيه وشغالين معاه فيه. ثم الاتحاد ايتاي البارود ده تطوير سكه واشارات، ده يا فندم من منطقه الاتحاد رابط مع خط سكك حديد القاهره اسكندريه العادي في ايتاي البارود، وبيخدم يبقى عندي هنا الخط الرئيسي وده خط تبادلي ليه لو حصل حاجه لا قدر الله او يشيل
عن الخط اللي اصبح دلوقتي نسبه تشغيله 100% واكثر من 100%، يبقى ده خط تبادلي ليه كركاب ثم بضائع الى ميناء اسكندريه الكبير. ده يا فندم ميناء اكتوبر الجاف، وده اول ميناء جاف اتنفذ بالشراكه مع وحده المشاركه في وزاره الماليه، مشاركه مع القطاع الخاص. احنا بنقول وحده شراكه، شراكه الحكومه ممثله في وزاره النقل ووزاره الماليه والقطاع الخاص دخل معانا فندم فيه وفاز طرح عالمي، فاز دي بي شنكر العالميه ومعاها شركه السويدي. الميناء فندم ده انتهى واشتغل تجريبي من 18 نوفمبر اثناء الكوب 27 في شرم الشيخ. النهارده يا فندم سيادتك بنتشرف بافتتاح سيادتك ليه. الميناء يا فندم ده اتعمل على 100 فدان اللي هم دول يا فندم، وفي 300 فدان اخرى منطقه لوجستيه. مستر رادولف سعاده كان عايز منطقه هنا، فقلنا له يا اما يشارك السويري ودي بيشنكر، يا اما هنديله ميناء جاف ومنطقه لوجستيه اخرى. مساحته زي ما قلت لحضرتك 100 فدان، في 10 مباني رئيسيه، في ساحات تداول 60 فدان، في سكك حديديه 4.8 كيلو سيادتك هتشوف دلوقتي القطر وهو داخل عليها، ثم في طرق 70,000 متر مربع سواء طرق خرسانيه او طرق اسفلتيه، طاقه التداول 720 حاويه في اليوم لل 100 فدان، ال 400 فدان ان شاء الله يضاعفوا اكثر من ده اربع اضعاف. الساعه التخزينيه بتاعته المخازن دي 260 الف حاويه، وده يا فندم مثلا ده نفع في الوقت اللي كان فيه عجز شديد جدا في الحاويات، بقت الحاويه تيجي تخش هنا تتفرغ تترص على ركات وفي مخزن، والحاويه ترجع تاني تروح بلدها او تروح على المركب بتاعتها عشان ما نتحملش غرامات على تاخير الحاويات. ده المباني الاداريه فن بتاع الميناء الجاف على اعلى مستوى. مبنى اداره الميناء اللي هو بنسميه المبنى الاداري، مستودع جمركي ده فن من اللي تيجي الكونتينر زي ما باينه كده بتيجي هنا تنزل تتفرغ تترص في المستودع الجمركي، بعد كده تخرج وقت ما تتطلب او تروح المنطقه الصناعيه في السادس من اكتوبر جنبها تتصنع وترجع تاني مصنعه، تركب تاني من ميناء اسكندريه او ميناء الدخيله وترجع على وجهتها النهائيه. طبعا ايضا فيها وحده الاداره والتحكم، دي برضو بتدير الميناء الجاف بالكامل من غرفه الاداره والتحكم دون تدخل عامل بشري. دي شكل فن مساحه التداول. طبعا في المرحله الاولى في اوناشه فن من الحاويات دي، ولكن من المخطط لما المحطه تصل الى 50% من طاقه تشغيلها هيبقى في اوناش زي ونش الساحه اللي سيادتك هتشوفه النهارده على محطه 55 علشان يزود الطاقه التشغيليه والقدره على الوصول ان شاء الله الى الطاقه القصوى للمحطه. طبعا يا فندم ما نسناش نربط، رغم ان واصل خط سكك حديد الواحات بنتصرف فيه دلوقتي بس بيلف لفه كبيره من الجيزه والمرازيق عشان يوصل من طريق الواحات يصل الى السادس من اكتوبر، بياخد تقريبا حوالي 14 ل 16 ساعه. احنا فندم دلوقتي بننفذ خط سكك حديديه من محطه بني سلامه هنا حتى الميناء الجاف، بيربط يا فندم بقى او بيخدم مش الميناء الجاف فقط، بيخدم الميناء الجاف والمنطقه الصناعيه في اكتوبر ومشروع جنه مصر ومشروع مستقبل مصر بكل ما فيها من نقل بقى خضروات وفواكه وبضائع سواء صادر او وارد، لان الخط ده خط طوله 68 كيلو في اربع عمل صناعي في اربع محطات وفي اربع محطات زيهم او اربع ارصفه شحن بضائع زيهم، وصل نسبه تنفيذه النهارده الى 15%. بعديه على طول فن من ميناء الجاف في مدينه السادات، ده ايضا مدينه صناعيه. احنا فن بنعمل في كل المدن الصناعيه بتاعتنا او بنيجي نختار الميناء الجاف والمنطقه الجنوبيه بنعملها في حضن منطقه صناعيه او صناعيه وزراعيه زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي في منطقه طنطا. فده ميناء السادات الجاف مساحته 75 فدان، بنربطه بخط سكك حديديه من السادات حتى كفر داوود على برض ايضا الممر اللوجستي القاهره اسكندريه. الخط الفني ده احنا بدانا فيه من بدري، والمسؤول الفني من الخط ده بتشتغل فيه شركات مصريه بفلوس مصريه، يعني لسه البنك الدولي لسه اصلا اجراءات القرض بتاعته ما وقفتش، موجوده في مجلس النواب وان شاء الله باذن الله نخلصها، ولكن احنا القرض جاي يا فندم علشان الانظمه فقط والجرارات، ولكن كل ما هو بنيه اساسيه ومحطات وسكه وفلنكات كلها بتتنفذ باموال مصريه، لدرجه ان هم نفسهم البنك الدولي جه واعترض قال انت دلوقتي بتشتغل في الخط قبل ما انا اخلص القرض، قلت له انت القرض بتاعك هيجي ببنيه اساسيه
وجرارات فوق الخط اللي انا اعمله، فانا هعمله بفلوسي، فانا من حقي ان انا اشتغل. وحليت المشكله معاهم وشغالين فيه زي ما حضرتك شايف دلوقتي كده. الخط طوله 36 كيلو، اربع محطات، 61% نسبه تنفيذه النهارده، وده يمكن موجود من ايام المهندس هاني ضاحي، كان متخطط، ولكن آن الأوان وإن شاء الله إن احنا نبدأ ننفذ فيه، وإن شاء الله بإذن الله هنخلصه بالتوازي مع مينا استيلات الجاف. الممر الثالث يا فندم اللوجيستي، وهو ممر مهم جدا. الناس بره يا فندم شايفيننا أكتر ما احنا شايفين نفسنا. هنا شركة يورو جيت اللي موجودة معانا في تحالف يورو جيت وهابا جلويد وكنت شيب اللي موجود معانا في مينا دمياط، قال مش لازم المينا الجاف والمنطقة اللوجستية تبقى كلها في مناطق صناعية. انت عندك في قلب الدلتا هنا في طنطا حواليها مناطق صناعيه في اويسنا في المحله الكبرى في طنطا نفسها في كفر الزيات في كفر الدوار في المنصوره، دي مناطق زراعيه مناطق صناعيه، بالاضافه الى هنا كل منتجات الدلتا من الخضروات والفواكه اللي ساتك هتشوفها النهارده بتصدر من على محطه سي ام اي 55 كلها ساتك بتتجمع هنا دلوقتي، بنعمل دلوقتي ارصفه علشان ما عندناش مساحه كبيره من الارض هنا، ولو ان كان احد الساده النواب في المحله الكبرى ورئيس شركه المحله الكبرى كان عرض حته ارض، واتكلمت مع زميلي وزير قطاع الاعمال يمكن طلب مني مبلغ زياده شويه، ولكن احتمال النهارده حضرتك يعني يكرمني ونقدر نعمل منطقه لوجستيه كبيره جدا في المحله الكبرى علشان تصدير المنتجات المحله الكبرى واستيراد الخامات اللي جايه للمحله الكبرى. فالمحور الرئيسي الفني ده بيبدا من طنطا في قلب الدلتا وبينتهي في ميناء دمياط، وبيربط بينهما خط سكك حديد طنطا المحله المنصوره دمياط. الخط يا فندم ده من طنطا الى المنصوره مزدوج، ولكن من المنصوره الى دمياط مفرد، يعني اي قطر ماشي من المنصوره الى شربين الى فرسكور الى الزرقاء الى دمياط بيركن في محطه عشان التاني يجي. طبعا ده دلوقتي في 2023 وعشان نعمل مرات لوجستيه وسرعه ونقل تجاره الكلام ده طبعا مش مقبول، علشان كده احنا فندم بنشتغل فيه دلوقتي فعلا، وستك هتشوف ان شاء الله باذن الله الخط ده هيبقى من احسن الممرات اللوجستيه في يمكن الخمسه كلهم على بعض ان شاء الله. بعده دي يا فندم المناطق اللي انا قدرت اوفرها من اراضي السكك الحديديه. انا شلت يا فندم هنا وقلت لحضرتك يمكن يا فندم كان عندنا ما يسمى بالمساكن، يعني المساكن المصلحيه، مساكن طبعا قديمه جدا ومساكن تعبانه جدا، شلت كل المساكن دي وببني بدل ما انا عندي اتساع افقي كده كل راجل شغال في الدريسه في السكه الحديد واخد بيت وفيلا وقدامه شجر ومساحات كبيره، بجمع الكلام ده كله دلوقتي ببني لهم عمارات ايضا لائقه بشكل لائق، ملك للسكه الحديد مش ملك ليهم، لما يطلع معاش بيسيب السكن الاداري بتاعه، وبجمعهم وقدرت اخلق 30,000 متر مربع في منطقه طنطا فقط في المناطق الفاضيه والغير مطلوبه والغير مطلوبه للتشغيل، لان احنا عندنا اي مساحه يا فندم مطلوبه للتشغيل سواء لزواج خط او لبنى محطه او بنى مزلقان او غيره ما بنقدرش نجني ناحيتها، ولكن المناطق الغير مطلوبه للتشغيل قدرت اوفر منها 30,000 متر مربع لحد ما ان شاء الله اشوف منطقه المحله الكبرى ونعمل هنا مركز لوجستي ومنطقه ومينا جاف كبير جدا في قلب الدلتا ان شاء الله باذن الله. ده خط السكه الحديد يا فندم اللي موجود زي ما قلت لحضرتك من طنطا الى المنصوره، ده مزدوج، من المنصوره الى هنا مفرد، وان شاء الله باذن الله هنطوره بالكامل بطول 118 كيلو كله مزدوج اشارات حديثه بتشتغل فيه شركات مصريه وطنيه دلوقتي. طبعا زي ما بنقول ان اي ممر لوجستي لازم بيبقى فيه مينا جاف ومنطقه لوجستيه، احنا هنا مخططين بس لسه فعلا ما اشتغلناش فيهم، مينا جاف في مينا في الظهير مينا دمياط في منطقه دمياط الجديده مساحته 14.5 فدان، وفعلا خدناه من وزاره الاسكان وتوصل له المرافق بتاعته كل حاجه وجاهز للطرح ان شاء الله. مينا دمياط، مينا دمياط زي ما حضرتك وجهت كده كانت هي المينا الثاني في البلد، كان عندنا اسكندريه ودمياط، الواحد الحمد لله دلوقتي عندنا 18 مينا هقولهم دلوقتي. مينا دمياط من المواني اللي ايضا مهمه جدا لان الغطس فيها كبير، ولكن كان دايما بيواجهها مشكله الاطماء في الممر الملاحي بتاعها علشان المنطقه دي فيها اطماء عالي شويه. فبدانا يا فندم خططنا مجموعه من المشروعات عرضناها على حضرتك صدقت بدانا نشتغل فيها، حاجز الامواج الشرقي وده خلص 100% ساعتك هتشوف دلوقتي، ثم رصيف حبوب بطول 600 متر، اي حته فراغ كده مزنوقه في اي حته بقدر اخدها ونقدر نعمل فيها نشاط يعظم
الشغل المينا محطة طحية مصر واحد، ودي يا فندم شكلها دلوقتي، دي اللي حضرتك اشرت لها من شويه، دي اللي كان عليها شركه كي جي ال الكويتيه وكان فيها قضيه تحكيم، ودفعنا 260 مليون دولار من هيئه مينا دمياط، دفعناهم خدناهم قرض وبندفعهم دلوقتي من ايراد هيئه مينا دمياط، بندفع تقريبا كل شهر تقريبا في حدود ما بين 8 ل 9 مليون دولار من عائد مينا اسكندريه، لو كان ده مش موجود كانت الدولارات دي كلها كانت توفرت للبلد، ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل حلينا المشكله مع اشقائنا الكويتة، دفعنا المبلغ، دخلنا شركتين مصريتين وطنيتين، سيادتك هتشوف دلوقتي شركه مول العرب واركيدينون بتشطب في هذه المحطه دلوقتي، متعاقدين مع يورو جيت وهابا جلويد وكنت شيب تحالف عالمي ايضا، ان شاء الله باذن الله هنوري سيادتك الصور بتاعتها، احنا بنسلم هنكون بنسلم في شهر 9 القادم المحطه دي اليورو جيت، هتاخد ايضا سنه بعد سنه ونص في التنفيذ البنيه الفوقيه، هم فعلا تعادوا على المعدات، تعادوا على كل حاجه، هيخشوا في شهر 9 يشتغلوا معانا يعني في 9/24 ان شاء الله، وكلام بقوله قدامكم نتحاسب عليه، 9/24 هتلاقي يورو جيت يا فندم مع كنت شيب مع هابا جلويد بيشتغلوا على هذه المحطه، طبعا دي محطه البضائع العامه و لا لا بس هكمل تحت امرك. أنا بس عايز أتكلم على محطة الحاويات دي بتاعة تحيا مصر اللي هو قال إن إحنا يعني كان في قضية تحكيم، والحقيقة أشقائنا في الكويت وأنا بحييهم على إن هم يعني كانوا من 700 مليون دولار ل 260 طبعا الحقيقة هم يعني تجاوبوا معانا، بس أنا هقول لكم على حاجة، إحنا على مدى الـ يعني الـ عمر الاتفاق ما اتعملش جزء كبير من الشغل، وكان ما اعرفش كامل لو كان عنده صور من اللي كان موجود والحديد اللي كان موجود مركون على جنبه والكلام دوت وشركه المقاولين وايه اللي حصل فيها. انا بقول التاريخ ده مش عشان حاجه، عايز اقول ايه، انت بتطرح الفرصه وبتيجي ناس، لكن احنا ممكن نكون احنا السبب ايضا في التعثر، يعني احنا مش بنجلد نفسينا ولا حاجه كامل، لكن بقول لكم ليه المينا دي رغم ان احنا تعاقدنا ما اتعملش الحته ديت يعني. طيب وعشان كده بقول ايه، هتلاقوني دايما بحب اعمل انا، مش كده اكمل؟ تمام. احب اقول ايه، لا انا هعملها، الناس تستغرب يا عم تجيب ناس تعمل يعني. اقول ما انا بخايف ان احنا واحنا بنعمل ده ويبقى في التزام تعاقدي مع المستثمرين، احنا يعني الناس اللي شغاله ممكن ما تمشيش العقود يعني، مش كده؟ هفكر كامل بحاجه وافكر الناس واقول لكم، واحنا في الحته دي الارض الزراعيه دي ايوه فندم، فكامل قلت له كامل ما تشوف مع اشقائنا في دمياط ان هم يدونا نشتري منهم الارض دي، فكامل دخل معهم فقال لي يا فندم هم عايزين 5 مليون جنيه في الفدان، مش كده كامل ولا نسيت؟ ده في البدايه بدأوا بعد كده طموحهم وسقفهم زاد ل 15 مليون جنيه. على كل حال فاللي بيقول لي قلت له لا 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 سيب لهم الارض بتاعتهم واردم قدام، صح كده يا كامل؟ تمام يا فندم. مش كده؟ ايوه يا فندم. انا بقول للناس البلاد بتتعامل ازاي؟ البلاد بتتعامل ازاي لكل التنفيذيين يعرفوا البلاد ما بتتعملش بانك تدي توجيه للموظف اللي عندك وتسيبه. انت قاعد معاه تحل له حته حته وتشجعه عشان يخلص لك شغلك اللي هو ايه؟ شغل مصر، عشان المينا دي في النهايه في 24 زي ما كان بيقول كده اللي بقى لها 20 سنه ما اتعملتش تخلص في 24 ان شاء الله، مش كده؟ ان شاء الله يا فندم. انا بقول الكلام دوت لان انتوا المفروض ان حضرتك المخطط بتاع المنطقه ديت واللي احنا كمان حطينا فيها منطقه نستفيد باللي احنا ردمناه، لان احنا قلنا لا يمكن نعمل حواجز عرضها، ما انا بعمل الحاجز بدل ما اعمله 50 متر طب ما اعمله 300 متر، ما انا كده بحط الدبش والصخور طب يبقى الردم ده اردمه ويبقى خلقت حته في البحر عمقها 2 3 كيلو اقدر استفيد منها تغطي لي جزء من التكلفه اللي انا عملتها هنا. لما انا اتكلمنا هنا على 50 60 فدان 100 فدان في 5 ب 500 مليون جنيه، قلت له الردم يكلفنا كام؟ ونسيب الناس تزرع ارضها، ونسيب ايه؟ الناس تزرع ارضها. وساب الناس تزرع ارضها وردمنا الارض، شكرا خلاص. يلا يا كامل. بتحايلوا علينا دلوقتي يا فندم. بعد كده يا فندم زي ما حضرتك اوجزت كده الحاجز الغربي زي الحاجز الشرقي، كان فينا حاجز غربي صغير كده كان في الحته دي بالظبط وهيبان دلوقتي،
بدأنا نعمل حاجز غربي، واحنا بنعمله كنا مخططين فعلا عرضه من 30 ل 50 متر، سيادتك لو جيت يبقى 200 متر ونقدر نستفيد بيه ونعمل عليه نشاط سكني سياحي اخر، يقدر ما يبقاش بس الـ هنا النشاط الـ يعني المينا. بنضيف يا فندم دلوقتي 6.6 كيلومتر طولي ارصفه عشان يبقى عندنا 13 تقريبا نص ايضا اللي كان موجود. العمق كان عندنا 14.5 دلوقتي بقى 18، وبنكرر كل شويه بالتعاون يا فندم مع هيئه قناه السويس وشركات الجرافات اللي بتشتغل معانا، وصلنا الى 18 متر عمق دلوقتي. ساحات التداول كان عندنا ضفنا 8 كيلو للسبعه اللي عندنا، بقى عندنا 15 كيلو، لان كل ما بنضيف كل ده دي ساحات تداول بنضيفها الى الارصفه. مساحه المينا يا فندم ضفنا لها 11.8 كيلومتر مربع للسبعه تقريبا او السته اللي كانوا موجودين، بقى عندنا 18 كيلومتر مربع. ده فندم شكل المحطه. الثاني ده كان اللي هو احدث حاجه بعد ما اتطهرت. ده فندم شكل المحطه تقريبا من حوالي 10 ايام اسبوع. الارصفه يا فندم بتشطب بتاعتها، المقاولين العرب واخده رصيف وشركه اركريدون واخده رصيف، الكركات سيادتك شغاله ان شاء الله يا فندم. المحطه دي هيبقى فيها ارصفه 1970 متر بعمق 18 متر، ساحات تداول 922 الف متر مربع، طاقه استيعابيه 3.5 مليون حاويه، نسبه تنفيذها النهارده 65%، ولكن الارصفه اللي احنا عشان نسلم يوروجيت نسبه تنفيذها النهارده تقريبا 95%. هندخل يوروجيت واحنا نكمل معاهم التكريك، وهم يشتغلوا في الساحه الخلفيه دي، يشتغلوا في المرافق بتاعتهم والمباني عشان تبقى زي محطه سي ام اي اللي سيادتك هتشوفها النهارده ان شاء الله. بعده ده شكل الحاجز يا فندم الشرقي. الحاجز خلص بنسبه 100%، عاملاها شركه النيل العامه للطرق والكباري حتى تجهيز الحاجز بالفنارات وعلامات الارشاديه للسفن. الحاجز بالكامل خلص بنسبه 100% بطول 1425 كيلو. نقلنا فندم شركه النيل العامه للطرق والكباري تساعد شركه ابناء حسن علام، وهم مش زعلانين في الحاجز الثاني، لان الحاجز الثاني طوله بعده طوله 5.4 كيلو، طوله 5400 متر اللي هو ده كده. ده يا فندم اللي احنا كنا بنعمله في الاول، وبعدين سيادتك وجهت ان احنا لازم نطلع بره شويه، بقى ده يا فندم كده 200 متر، كنا اشتغلنا كده ووقفنا. هنكمل يا فندم كده، وده هنكمله كده 5.4 كيلو. احنا فندم واحنا بنشتغل دلوقتي اصبح على طول يعني كل الناس شايفه ده كميات من الرمال بدأت تترسب نتيجة إن احنا عملنا حاجز الأمواج ده، بدأت تشكل أرض هنا. الحتة اللي يا فندم نسقت مع زميلي معالي وزير البترول في هنا بس ماسورة لشركة سيجاز بتنزل هنا أو بتاخد مية التبريد بتاعتها، بننقلها دي اللي دلوقتي بننقلها غرب الحاجز، وأكمل دي هنا بحيث إن الحاجز يبقى عرض 200 متر من خط الشاطئ وحتى طول أو حتى عمق 5.4 كيلو عشان نقدر نعمل المحطة دي 58% النهاردة، نقدر نعمل المحطة الجديدة بقى اللي هي محطة تحيا مصر المتعددة الأغراض رقم 2، اللي عملنا فن مذكرة تفاهم مع شركة ام اس سي، الشركة أو الخط الملاحي رقم 1 في العالم، وإن شاء الله قريبا يتحول إلى تعاقد. بدأنا نشتغل يا فندم فعلا في المحطة دي، وعندنا كركات النهاردة عشان تجيب أيضا تجلب رمال من داخل البحر عشان نشكل جسم المحطة. المحطة يا فندم هيبقى فيها 3.4 كيلو متر طول أرصفة بأعماق 17 متر، ساحة تداول 2.2 كيلو متر مربع. اللي بعديه يا فندم ممر العريش طابة، وده ليه خصوصية وأهمية شديدة جدا. الممر يا فندم ده بيبدأ من مينا طابة على خليج العقبة والبحر الأحمر وحتى مينا العريش على البحر المتوسط، بيربط بينهما خط سكك حديدية من طابة إلى العريش، ثم من العريش إلى بير العب، كل ده جديد 335 كيلو. ثم دلوقتي بنرفع كفاءة خط بير العب بلوظة الفردان وسط شرق بورسعيد اللي كانت موجودة، وللأسف في 2011 أثناء الأحداث اللي كلنا عارفينها الخط ده اتسرق قضبانه بنسبة 100%، لم يتبقى منه إلا محطاته. المهندس سنة ضحى بيهز راسه، فعلا 100% من القضبان اتسرقت، أي فلانكة حديد كانت فيه اتسرقت، أي فلانكة خرسانة اتكسرت وتشال الحديد اللي جواها، اتفضل لنا المحطات الحمد لله دلوقتي. بعده هيبان سيادتك بعد شويه بنشتغل فيها دلوقتي، وبدانا فعلا تطوير فيه.
من العريش يا فندم، ارجع تاني معلش. هنا يا فندم احنا قصدنا واحنا بنخطط هنا ان الخط ما يخدمش فقط من العريش الى طابه فقط وخلاص، لا ده احنا فندم الخط خططنا ودلوقتي اترفع مساحي وبيتصمم دلوقتي عشان يمر بمنطقه الصناعات الثقيله في منطقه لبني، مصانع العريش الاسمنت ومصانع الاسمنت الاخرى اللي موجوده في المنطقه، مصانع الرخام، منطقه الحسنه، منطقه نخل، منطقه التمد، هنا يحيي هذه المنطقه. اهالينا اللي موجودين في سيناء لما يبقى عندهم قطر بيربط من شمال الى جنوب وبيعدي على كل القرى والمدن اللي في وسط سيناء دي، ده هيبقى فندم نقله كبيره جدا وامن وامان كبير جدا في شبه جزيره سيناء. من العريش، مين العريش يا فندم كان عباره عن الجزء ده بس تحت امرك هو طابه. ارجع تاني، مش انت عندك ان النهارده منفذ بري لا لغايه شارع بورسعيد؟ ايوه يا فندم. مش كده؟ ايوه يا فندم. طب شاور بس عليها وبعدين اللي بنعمله ده هيخلي امتى؟ طب حاضر حاضر. احنا فندم النهارده واحنا بنتكلم دلوقتي احنا وبناء على طلب اشقائنا في الاردن الشقيق وهم سامعيني دلوقتي وايضا العراق الشقيق، وزير النقل ووزير النقل، عملنا بروتوكول، ويمكن الدكتور محمد معيط معانا في الصوره والحكومه كلها، عملنا بروتوكول وبنعمل دلوقتي خط. احنا ما كناش يا فندم عايزين يعني نسمي ونعلن الا لما نبقى شغالين على الارض زي ما سيادتك يعني دايما بتوجه، ولكن لازم نقول بقى دلوقتي احنا بنعمل خط ما يسمى بخط التجاره العربي. خط التجاره العربي ده هيجيب بضائع الاردن والعراق بل ودول الخليج على نقل بري عندهم او سكك هدايا عندهم الى منطقه العقبه. هنا احنا من العقبه الى طابه ويمكن هتبان دلوقتي عندنا شركه الجسر العربي للملاحه بتنقل بعبارات مملوكه، شركه مملوكه للثلاث دول الاشقاء مصر والاردن والعراق، بتنقل من العقبه الى طابه والى نويبع، ثم بنتحرك دلوقتي بري بالصادرات الاردنيه الى امريكا والى كل دول اوروبا عبر هذا الخط. كنا بنطلع يا فندم على العريش ولكن عشان حجم البضاعه ما بيقومش بضاعه كامله اتفقنا مع شركائنا في سي ام اي ننقل بنظام الفراغات على المراكب اللي بتيجي الى منطقه بورسعيد. بدانا يا فندم دلوقتي نتحرك ونسقنا مع كل الاجهزه الامنيه والقوات المسلحه وبنتحرك يا فندم دلوقتي. عملنا هنا الخط ده بدل ما نطلع هنا، لا احنا يا فندم بنطلع كده وعلى عرض واحد نطلع نعدي من انفاق جنوب بورسعيد، يا اما ندخل شرق بورسعيد، يا اما نعدي من انفاق ونطلع الى غرب بورسعيد عشان نعظم التجاره ونعظم موانين على البحر المتوسط ونور بين الاحمر والمتوسط ونخدم اشقائنا في منطقه الخليج العربي والاردن والعراق بالتحديد في نقل كل الصادرات الاردنيه والعراقيه من العراق والاردن من خلال الموانئ المصريه الى كل دول اوروبا وعلى المراكب اللي احنا بدأنا نتحرك عليها والخطوط الملاحية اللي بيساعدنا فيها شركة سي ام اي. بشكرهم على كده. هقطعك كمان مرة؟ تحت امرك. طيب انا بس هفكر كامل وافكر نفسي وافكر الناس. بيقول لك ايه؟ هو انت عملت طريق طابة النفق ليه؟ 350 كيلو مش كده؟ تمام يا فندم. كويس. وعملت ليه عرضي واحد من بورسعيد للسويس؟ صح كده يا كامل؟ تمام يا فندم. انا بقول الكلام ده لان احنا بنعمله كان كتير من الناس احنا عملنا العرض واحد ده واحد وثلاثة واربعة لا انا بتكلم ساعة ما كنا بنعمله واحنا بنعمل قناة السويس وانت كنت كامل رئيس الهيئة ساعتها وقلت لكم ما تعملوا عرض واحد بالمرة ومع الردم اللي بيطلع صح كده؟ بالظبط يا فندم. طيب انا بقول بقى لو انا النهارده كنت عايز انقل من طابة لغاية بورسعيد كنت هنقل ازاي؟ ما كانش عندي طريق. كنت هنقل ازاي؟ مش كده؟ تمام. انا بقول الكلام دلوقتي ليه؟ لان هو وقته دلوقتي الناس تعرف ليه احنا بنعمل ده، ليه عملنا طابه النفق وعملنا ليه العرضي واحد وعرضي اثنين وعرضي ثلاثه وبقيه المحاور الاخرى شرم الشيخ النفق برضو اللي اتعمل 350 كيلو برضو بالمناسبه. ايوه طبعا. اتفضل يا كابتن. بعده فارجع يا فندم لمينا العريش وده من اهم الموانئ المصريه على البحر المتوسط دلوقتي واخد يعني اولويه قصوى في الاهتمام به والتنفيذ ومتابعه سياده الرئيس شخصيا. المينا فندم كان عباره عن 360 متر بغاط في الجونه دي بغاطس 7 متر فقط وحته حاجز امواج كده. تم تنفيذ النهارده واحنا موجودين اتنفذ رصيف
بضايع رقم واحد ده بضايع عامه ده 250 متر، وتنفذ رصيف بضايع عامه رقم 2 ده 1000 متر، وتم البدء في رصيف اخر متعدد الاغراض 915 متر، ورصيف صب جاف 500 متر، ورا الرصيف البضايع العامه ده حاجز امواج شرقي عشان يامن الحوض ده الميناء فنم ده، في حوض القديم الثاني الثالث، الحاجز ده عشان يامن الحوض ده، الحاجز ده عشان يامن الحوض ده، الحاجز الشمالي اللي هو الرئيسي ده اللي اصبح طوله دلوقتي 1250 متر بنمده كمان بطول 1200 متر عشان يبقى الحاجز ده يامن كل الحوضين مع بعض. لما ده ان شاء الله المرحله المستقبليه لما تتعمل هنعمل الحاجز، الحاجز ده معانا عشان تبقى كل احواض مينا العريش كلها مؤمنه. الحوض القديم ده هيتحول يا فندم الى سياحه يخوت، يبقى احنا عندنا سياحه يخوت بضايع، هنا رصيف بطول 1000 متر سميناه الرصيف السياحي بيتنفذ دلوقتي عشان الكروز والمراكب الكبيره وغير اليخوت. احنا عندنا سياحه اليخوت عباره عن مراكب صغيره داخليه او سياحه يخوت دوليه بتطلع خارج المياه الاقليميه بتروح الى اوروبا وكل دول العالم، ثم الكروز، الكروز المراكب الكبيره اللي احنا فنن دلوقتي هنا مستهدفينها في العريش. بننفذ دلوقتي رصيف ومحطه كبيره جدا في شرم الشيخ، نفذنا وسادتك شرفتنا بالافتتاح لرصيفين ومحطتين، واحده في سفاجه واحده في الغردقه، عشان احنا رايحين يا فندم في اتجاه تعظيم سياحه اليخوت. بالمناسبه يا فندم وسادتك واجهت التوجيه ده وفعلا تم تنفيذه. احنا دلوقتي يا فندم اي حد في العالم عايز يجي باليخت بتاعه بيخش على منصه قطاع النقل البحري على منصه سياحه اليخوت، يقدر بالكارت او بالجدول اللي هو بيقدمه خلال نص ساعه، خلال نص ساعه فقط بياخد تصديق بالدخول. كل الجزر يا فندم المصريه نسانا مع القوات المسلحه وخدنا كل الجزر المصريه اللي موجوده في منطقه البحر الاحمر والبحر المتوسط اتحطت على سياحه اليخوت، اصبح بيدفع رقم واحد في مكان واحد وبياخد التصديق من مكان واحد في خلال نص ساعه. لو عايز يمد وهو موجود يمد في خلال رحلته، لو عايز يجي مره ثانيه خلاص هو متسجل بيجي مره ثانيه بدون اي وقت. خليني اتكلم بما انت اتكلمت على اليخوت، اقول للمصريين لناس فاكره ان موضوع اليخوت ده موضوع طرف، احنا موجود في البحر المتوسط تقريبا 500,000 يخت، حصتنا فيهم يعني مش عايز اقول ما فيش، يعني في دول تانية بتاخد 30% من الكلام دوت، وده حقها، اللي اشتغل يا كامل ياخد ياخد، واللي ما يشتغلش وينام خليه نايم بقى. فانت عشان تعمل ده كان قبل كده مدة اليخت في مصر عشان قد ايه كامل؟ كان سيادتك لما يقعد ياخد تصديق 28 30 يوم. خلي بالكم اخر مرة قالوا لي ده وزارة الاتصالات مش عارف بتاخد ايه، قلت لهم لا 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 صح 30 دقيقة زي العالم ما بيشتغل. زي الايه؟ العالم كله ما بيشتغل. عشان ايه؟ انتوا بتتكلموا على تشغيل ناس، طب هتشغلهم ازاي؟ ما كانش يبقى عندك 20 30 مارينا مظبوطين زي على افضل انساق ومستويات المراين في العالم، وتدي له نفس الاشتراطات اللي هو بيشوفها في اي دوله تانية. ازاي يعني هتاخد ازاي وتشغل ناس في الموضوع وتدرب وتعلم ناس ما كانتش عندها الخبره اللازمه للشغلانه ديت؟ فطب في العريش اللي كان الميناء القديم المثلث دوت، عشان اعمل ده كله وما الاقي فيه ظهير يعني ناس موجوده، فنعوضها مش كده يا كامل؟ تمام يا فندم. نعوضها، وانا بقول لهم هم دلوقتي سامعيني، احنا مش بنعمل ده ضدكم، احنا بنعمل ده لاجل بلدنا ولاجلكم ان شاء الله، عشان تلاقوا شغل ان شاء الله ليكم ولاولادكم ومستقبل يليق بالعريش وكل السينا يعني ان شاء الله. بنعمل يا فندم دلوقتي 2.25 كيلو ارصفه 2250 متر عشان يصل اجمالي الارصفه لما نحط ال 360 اللي كانوا موجودين عندنا يبقى 3.6 بعمق 18 متر، ساحات تداول 2.25 كيلومتر مربع عشان يصل الى تصل الى 4 كيلومتر مربع. ده يا فندم شكل المينا النهارده، ده الحاجز
الرئيس الشمالي زي ما قلت في 1250 متر خلصوا ونكملهم ان شاء الله باذن الله. ده الحاجز الشرقي اللي اتعمل وراه الرصيف الشرقي عشان يحميه، دول نسبه تنفيذهم مع الرصيف الشرقي 100%. ده شكل يا فندم الحاجز الشرقي، وده الرصيف اللي اتعمل وراه. رصيف البضائع العامه رقم 2 بطول 1000 متر وصل نسبه تنفيذه النهارده الى 80%، وان شاء الله خلال شهر يا فندم يكون وصلنا ل 100%. ده شكل الميناء بقى بعد ما حطينا رصيف البضائع العامه الشرقي والرصيف الشرقي والحاجز والحاجز الرئيسي الشمالي. خط السكه الحديد يا فندم بقى اللي بيربط 100 كيلو منه جاري تنفيذهم بنسبة 25%، اللي هم بادئين من أول الفردان بلوظة بين العبد ووصلت بورسعيد اللي هي 44 كيلو، يبقى 100 زائد 44 كيلو، ده جاري تطويرهم دلوقتي ورفع كفايتهم واستكمال المفقود منهم. ثم بننشئ خط سكك حديد زي ما قلت 355 كيلو من بير العبد جديد إلى العريش إلى طابة. لما جينا يا فندم نحفر قناه السويس الجديده فقطعنا خط السكه الحديد اللي هو كان شرق قناه السويس وشلنا السكه بتاعته بالكامل. طبعا ده الكوبري الغربي على القناه الغربيه، دي القناه الشرقيه. بدانا يا فندم على طول نعمل ما بين الجزيرتين، ما بين القناه دي والقناه دي على الجزيره دي، بدانا نشتغل في السكه تاني. بدانا عملنا كوبري جديد طوله 640 متر خلص بنسبه 100% عشان يمكننا ان نعدي القطر من غرب القناه على الكوبريين وقت طبعا عدم مرور المراكب عشان نربط كل سيناء بالدلتا والقاهره. ده شكل يا فندم الشغل النهارده اللي بيتم في رفع كفاءه دي يا فندم قضبان جديده بفلنكات جديده غير اللي اتسرقت واتكسرت، بنعملها من تاني وان شاء الله باذن الله نرجعها زي ما كانت. بعده اخر يا فندم ممر لوجيستي هو ممر جرجوب السلوم. ده يا فندم بيبدا من ميناء جرجوب احدث الموانئ المصريه على البحر المتوسط، وبينتهي في ميناء السلوم البري على الحدود الدوليه مع ليبيا الشقيقه. بيربط منهم خط سكك حديديه وصله جديده بطول 28 كيلو من ميناء جرجوب الى كيلو 67 اللي هو خط السمله، ثم 272 كيلو بنطورهم ونرفع كفايتهم ونجدد الاشارات بتاعتهم والسكه بتاعتهم. ميناء جرجوب يا فندم اتنفذ منه مرحله وبننفذ دلوقتي المرحله الثانيه وفي مرحله مستقبليه. تقريبا باختصار يا فندم نفذنا 4.5 كيلو ارصفه سواء حاويات او بضائع عامه وخلصانه 100% وجاهزه للشغل دلوقتي، وفي مشغلين عالميين بنتعاقد معاهم، وفي الجزء الجديد اللي احنا بدانا نشتغل فيه هنا تقريبا 4.5 كيلو كمان ارصفه بنطول الحاجز الرئيسي ده، بننشئ دلوقتي حاجز شرقي عشان نامن الحوض ده، ثم بعد كده في امتداد مستقبلي في اتجاه الشرق تقريبا حوالي 4 كيلو، يبقى 4 و4.5 و4.5، يبقى تقريبا 14 كيلو ارصفه زي ميناء دمياط وزي اي ميناء كبير ان شاء الله هيبقى ميناء جرجوب. اعماق الارصفه دي كلها 17 متر، ساحه تداول 7 كيلومتر مربع، مساحته 10 كيلومتر مربع. المرحله الاولى دي خلصت بنسبه 100% وشغالين في المرحله الثانيه. ده شكل الميناء حاليا دلوقتي اللي خلصان، الجزء اللي خلصان فيه. ده شكل الارصفه، ده رصيف الحاويات 970 متر جاهز بفنادره بشمعات رباطه بكل حاجه بالارض وراه مستويه تماما ممهده جاهزه للمشغل يجي يشتغل، نسبه تنفيذه 100%. رصيف البضائع العامه ده الرصيف ال 260 متر خلصان بالكامل 100%، ايضا الرصيف ال 670 متر خلصان 100%. يعني بمجرد ما يجي المشغل وطبقا لمطالب المشغل هنبدا نردم المساحه دي ونقدر ننفذها طبقا لطلبات المشغل. حاجز الامواج الشرقي ده خلصان 100% طوله 2770 اللي هو الحاجز القديم، ان شاء الله بعد كده هيمتد. حاجز الامواج الرئيسي اللي هو الشمالي اللي طوله 3 كيلو و50 متر وصل نسبه تنفيذه الى 70%، خلصنا
الطبقه الداخليه او طبقه الميناء، ثم بنحط بعد كده الصخور، ثم هنا، ثم المكعبات الخرسانيه بالاشكال المختلفه عشان نامن حاجز الامواج. واخيرا نفنم منفذ السلوم البري. منفذ السلوم البري ده اكبر ميناء بري في مصر. عندنا 7 مواني بريه في مصر، على الحدود الغربيه والحدود الشرقيه وعلى الحدود الجنوبيه مع السودان الشقيق. ميناء السلوم البري اكبر ميناء في مصر، مساحته 286 فدان، كان لازم نطوره بشكل جيد جدا عشان يتواكب مع زياده حركه التجاره بين مصر وبين الشقيق ليبيا. احنا اسندنا تنفيذه الى الهيئه الانسيه للقوات المسلحه، مشكورين خلصوه بنسبه 100%، وبدا فعلا التشغيل في 41 مبنى في طرق 400,000 متر مربع، سواء طرق خرسانيه او اسفلتيه، في كل الشبكات، سواء الميه او الصرف الصحي او الحريق او الكهرباء او محطه تحليه، كان في محطه معالجه ميه صرف، وسيادتك امرت نعمل محطه تحليه مياه بحر، يبقى عندنا محطه تحليه مياه بحر ومحطه معالجه مياه الصرف الصحي، علشان يبقى الميناء كامل متكامل بيعتمد على المرافق الذاتيه بتاعته، ما يحتاجش حاجه من بره. ده شكل يا فندم الميناء النهارده. دي طبعا دي بوابات الدخول الشرقيه من ناحيتنا، ودي بوابات الغربيه من ناحيه الشقيقه ليبيا. دي المباني يا فندم اللي موجوده، مباني على اعلى مستوى نفذتها الهيئه الهندسيه واداره المهندسين بالتحديد. دي البوابه الشرقيه، وده مبنى السفر الرئيسي، ودي صاله الجمارك والجوازات. هنا يا فندم عاملين منطقه لوجستيه داخليه تقريبا على مساحه 21 فدان، ومنطقه غير المنطقه اللوجستيه الخارجيه. المنطقه اللوجستيه الداخليه دي عباره عن مخازن ومظلات لتخزين كل الحاجات اللي هتصدر لليبيا. احنا دلوقتي عندنا فنن طلبات لناس عايزه تخزن رخام، ناس عايزه تخزن سيراميك، ناس عايزه تخزن بضائع وخامات هتتنقل الى شقيقه ليبيا، زائد مبنى هنجر غربي فيه 2 ثلاجه، ثلاجه تبريد وثلاجه تجميد، عشان الخضروات الطازجه والفواكه بتاعتنا اللي كانت بتروح لحد المنفذ وتستمر ساعه ساعتين في الجو الحر كانت كلها بتتلف، وجزء كبير منها بيتلف، فكان لازم نعمل ثلاجات. اصبح عندنا منطقه لوجستيه داخليه محاطه باسوار، ولها مستثمر قطاع خاص تعاقدنا معاه بيدير هذه المنطقه. بالاضافه فني من المنطقه اللوجستيه الرئيسيه 700 فدان، دي ستك اتطرحت على المستثمرين في 3 مكاتب استشاريه عالميه، يعني من المخطط ان هم قبل العيد يسلمونا التصميمات النهائيه عشان نبدا على الطرح عليها، وان شاء الله باذن الله تبقى دي منطقه لوجستيه صناعيه زي اللي في ظهير ميناء اسكندريه بالظبط، عشان تخدم على كل المستثمرين اللي عايزين يصدروا بضائع الى الشقيقه ليبيا. ده كان المحور الاولاني يا فندم، اللي هو الممرات اللوجستيه عشان نعظم التجاره والترانزيت وغيره. لازم كان فيه وننفذ توضيح حضرتك، كان لازم فيه مجموعه من المحاور نشتغل فيه. اول محور كان هو انشاء الممرات اللوجستيه بما تحتويه من مواني ومواني جافه وطرق وربط وكل الكلام ده. المحور الثاني الذي لا يقل اهميه هو تطوير الاسطول المصري. مصر يا فندم كان عندها في وقت من الاوقات 113 مركب، كان عندنا شركه واحده فيها تقريبا 26 مركب اتصفت السنه اللي فاتت تقريبا، فكان لازم نستعيد عشان حجم تجاره مصر بيزيد، ولازم ايضا زي ما دايما حضرتك بتوجه ان احنا نمتلك القدره، يبقى عندنا مراكب تقدر تشيل بضاعتنا، وخاصه الحبوب والغلال اللي احنا محتاجينها، ودي سلع استراتيجيه. كان لازم نرجع تاني نطور الاسطول، فبدانا في اول شركه. عندنا يا فندم شركتين ملكنا دلوقتي، وشركه بالشراكه مع الاردن والعراق الشقيق. اول شركه فنم هي شركه الوطنيه للملاحه. الوطنيه للملاحه فنم كان وصل المراكب اللي فيها الى 12 مركب، منهم 11 مركب يعني صب جاف نظيف، اللي هم يعني من الاخر هم بتوع قمح وذره، وزائد واحده فقط للحاويات. جبنا مركب يا فنم جديده طولها 229 متر وعرضها 32.5 متر، الغطس بتاعها 14.5 متر، حمولتها 82,000 طن، عشان يبقى عندنا 13 مركب منهم 12 للصب الجاف النظيف وواحده للحاويات. ده يمكننا ان احنا ننقل بضاعه سنويا 10 مليون طن صب جاف و40,000 حاويه. يعني انا يا فندم قادر بمراكبنا كحكومه مصريه ننقل كل وارداتنا من القمح. ايوه يا فندم، ونمتلك هذا الاسطول. ايوه يا فندم، مجهزين
بس ننسى ان شاء الله مع معالي وزير التموين وان شاء الله كل حاجه تبقى محلوله ان شاء الله. تاني شركه فنم هي شركه القاهره للعبارات. الشركه فنم دي سيادتك يعني شرفتنا بافتتاح او تدشين المراكب دي القاهره والرياض اثناء افتتاح ميناء الغردقه في 2015. فيها اثنين مركب فقط القاهره والرياض. المراكب دي يا فندم هي مراكب سريعه ولكن هي بتعمل ايضا بتعمل في خط محدد نتيجه ان مدى العمل بتاعها مش كبير قوي. من سفاجه ومن ضبا مصر الى من سفاجه والغردقه في مصر الى ضبا في السعوديه. الاثنين سفينه دول الواحده يا فندم تقدر تشيل 2500 شاحنه و 60,000 راكب. الاثنين يا فندم بيشيلوا 2500 شاحنه و 60,000 راكب سنويا. الحموله بتاعتهم مش كبيره قوي ولكن مهمين وبيشتغلوا دلوقتي ولهم دور كبير جدا دلوقتي يا فندم في نقل المعتمرين والحجاج الى السعوديه الشقيقه والعكس طبعا عوده المصريين اللي بيعملوا في السعوديه ونقل بعض البضائع بهذه الشاحنات البسيطه. طبعا في خطوط ايضا اخرى ولكن دول اللي مملوكين لينا. كان لازم يا فندم نطور لما حضرتك وجهت ان احنا لازم نطور هذه الشركه وندخل مراكب جديده وخاصه مش لخدمه بقى فقط الجانب الاخر او الطرف الاخر من البحر الاحمر، لا عشان نربط مع باقي المواني الافريقيه على البحر الاحمر والمحيط الهندي وخاصه في تنزانيا وفي كينيا. كان لازم نجيب مراكب اكبر شويه وبمدى عمل اكبر شويه ونجيب مراكب بقى متعدده الاغراض لان المركب متعدده الاغراض بتشيل حمولات اكتر سواء بضائع او سواء حاويات. اتعاقدنا فن مع ودي بالمناسبه يا فندم دي مراكب اكبر من المراكب اللي احنا ممكن نعملها هنا في مصر، عشان كده اتعاقدنا مع كوريا على اثنين مركب. حموله المركب 14,000 طن، طولها 129 متر، عرضها 21.8، اقصى غطس ليها 9.1، بتقدر تشيل 709 حاويه و7000 طن بضائع. ودول ان شاء الله يا فندم باذن الله ايضا في نهايه 24/25 يكونوا عندنا ان شاء الله، وسيادتك تشرفنا برفع العلم عليهم. اخر شركه فنم عندنا هو شركه الجسر العربي الملاحه. الجسر العربي الملاحه شركه مصريه اردنيه عراقيه بتعمل ما بين الضبعه ومواني طابه ونويبع ودهب وشرم الشيخ. نويبع هو المينا الرئيسي للركاب والبضائع ولكن طابه ركاب فقط وسياحي، دهب ايضا سياحي، شرم الشيخ سياحي ولكن دلوقتي احنا بنعمل فيه رصيف بمحطه كبيره عشان الكروز الكبيره. دلوقتي يا فندم بنشتري، ممكن نكون خلصنا العقد ولكن لسه لم يوثق، بنشتري المركب دي. المركب دي عشان يبقى عندنا بدل ما كان 8 سفن يبقى 9 سفن ودايما بنجدد فيهم، وفي تفاهم شديد جدا بين مصر والعراق والاردن لان دي مصلحه مشتركه لتعظيم النقل بين الثلاث دول دول، بل من خلال مصر الى كل الدول العربيه في افريقيا ومن خلال الاردن كل الدول العربيه في اسيا، ويبقى عندنا ان شاء الله 9 مراكب في هذه الشركه. الشراكات يا فندم، ما كانش ممكن نعمل كل هذه الاطوال وهذه الارصفه وهذه المحطات ونقدر نديرها لوحدنا، ما فيش شركه في العالم بتعمل كده. شركه هاتشسون دي بتمتلك مواني، مش بتشغل، بتمتلك ميناء بليكستو في لندن. كل الشركات دي بتمتلك مواني في دول اخرى ولكن معانا والحمد لله وهم وافقونا على هذا النهج اللي سيادتك وجهت بيه من شويه. احنا بنعمل البنيه الاساسيه وهم بيخشوا معانا في بمساهمه في البنيه الفوقيه والمعدات ويشغلوا ويديروا، وبعد 15 او 30 سنه طبقا للتعاقد يرجعوا لنا تاني المحطه زي ما هي. احنا هنكون معاهم اساسا يعني، فاحنا هناخد منهم المحطه وان شاء الله في خلال هذه الفتره نكون احنا بقينا قادرين ان احنا نشغل وندير محطاتنا بنفسنا. عندنا النهارده فن في شرق بورسعيد ميرسك واي بي مولر وان واي كي وبولوري وتويوتا، دول موجودين في شرق بورسعيد. في السخنه دي بي وورلد، وفي ابو قير يا فندم اللي سيادتك اتكلمت عليها واحنا ما خدناش وقتنا النهارده ان احنا نتكلم عليها ولكن هيجي الكلام عليها في وقت لاحق ان شاء الله. شركه ايفر جرين فيها، في سي ام اي موجوده في محطه سي ام اي النهارده او محطه 55 او محطه تحيا مصر اللي سيادتك اشرف بتاع في اسكندريه وموجوده في السخنه. زائد هابج لويد طبعا مع يورو جيت موجودين في مينا دمياط ومعاهم كنت شيب ايطاليا. عندنا مواني ابو ظبي دلوقتي يا فندم متعاقده على محطه بطول 1 كيلو بضايع عامه عقد رسمي في مينا سفاجه.
عامله معانا ترم شيت، مذكره تفاهم وترم شيت على محطتين للصب الجاف والصب السائل، وفي كمان محطه ثالثه للرورو في ميناء العين السخنه. طبعا التحالف الاكبر والاهم مع احترامي طبعا لكل شركائنا هو تحالف هاتشسون كوسكو ام اس سي على رصيف 100 في الدخيله وايضا في السخنه، عشان يبقى عندنا يا فندم الخمس خطوط الاولى في العالم. الخمس خطوط الاولى في العالم موجوده في الموانئ المصريه، المشغلين الخمسه الاوائل في العالم موجودين في الموانئ المصريه. ان شاء الله باذن الله كل موانينا سواء بقى الماكس اللي احنا لسه بنشتغل فيه، سواء المحطه رقم 2 في دمياط، سواء استكمال جرجوب، سواء استكمال العريش، يبقى عندنا مشغلين اخرين او نفس المشغلين ان شاء الله، عشان يبقى عندنا قدره كبيره جدا على ان احنا ان شاء الله نصل الى الهدف اللي سيادتك حددته لنا، ان مصر تكون مركز للتجاره العالميه واللوجستيات. في النهايه يا فندم سيادتك اسمح لي نفتتح بعض المشروعات البسيطه جدا، مش هنفتتح كل المشروعات اللي خلصانه بالفيديو كونفرنس. افتتاح ميناء اكتوبر الجاف. دكتور خالد حافظ معبدي، مدير عام الاستثمار الهيئه العامه للموانئ البريه والجافه. تم انشاء ميناء اكتوبر الجاف يا فندم على مساحه 100 فدان. الميناء مجهز بساحات للحاويات الوارده والصادره والمبرده. يحتوي الميناء على مباني اداريه لكافه جهات الدوله العامله داخل الميناء. مبنى الجمارك، المصالح الحكوميه، مبنى اداري، مبنى الاسعاف، مبنى الاطفاء، المستودع الجمركي. والميناء مجهز بعدد خمس خطوط للسكة الحديد لسهولة عملية الشحن والتفريغ. الميناء متصل بالشبكة القومية لسكك حديد مصر لخدمة ميناءي الأسكندرية والدخيلة، كما أن الميناء متصل بالشبكة القومية للطرق من خلال طريقي الواحات والدائري الإقليمي. أي أوامر يا فندم؟ شكرا. افتتاح ميناء السلوم البري. مهندس عصام عبد العزيز علي، مدير عام الشؤون الفنيه بالهيئه العامه للموانئ البريه والجافه. تم انشاء وتطوير ميناء السلوم البري على مساحه 286 فدان، ويعتبر ميناء السلوم اكبر ميناء بري بجمهوريه مصر العربيه. ويتضمن تطوير الميناء انشاء اربع صالات رئيسيه، 37 مبنى اداري وامني، شبكات طرق على مساحة 400,000 متر مربع، ساحات انتظار تسع ألف سيارة ملاكي ونقل. كما يتضمن التطوير منطقة مخازن وثلاجات تبريد وتجميد على مساحة 21 فدان. كما تم تحديث وسائل التأمين من حيث بوابات تفتيش الإكس راي وكاميرات المراقبة. وساهم التطوير يا فندم في تسهيل حركة البضائع والأفراد وتقليل زمن العبور. أي أوامر يا فندم؟ شكرا. افتتاح رصيف الأخشاب والغلال 85/3 بميناء الإسكندرية. مهندس رامي عادل زكي، المهندس المشرف على المشروع من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية. في إطار المخطط الشامل لتطوير ميناء الإسكندرية الكبير، تم إنشاء الرصيف بطول 433 متر وبعمق 15.5 متر ومساحة تخزينية 40,000 متر مسطح. ويسمح الرصيف بتراكي السفن حتى حمول 70,000 طن، ويهدف الى زياده الطاقه الاستيعابيه لتلك النوعيه من البضائع بميناء الاسكندريه. ايوه يا فندم. شكرا. وفي النهايه وتاكيدا لتعهدنا امام سيادتك في سبتمبر 2021، نجدد العهد لله ولسيادتكم ولشعب مصر العظيم بان ننتهي من تطوير كافه الموانئ المصريه ووسائل النقل متعدد الوسائط بنهاية عام 2024، وتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد الرئيس، هنستقبل سيادتك يا فندم فرحة قصيرة. بس اسمحوا لي ان انا اقول كلمتين اشكر فيهم الفريق كامل وزارة النقل وكل اجهزة الدولة اللي شاركت معانا في ان احنا اتفضل يا كابتن اتفضل في ان احنا نشوف اللي احنا بنشوفه واللي ان شاء الله اللي احنا هنشوفه كمان. مش هيفوتني ان انا ارحب بكل الضيوف اللي موجودين معانا.
اللي موجودين معانا من الشركات اللي اذا كان هيتشسون او سي ام اي او كل شركه اخرى من غير ما اذكر اساميها، انتم مرحب بيكم في مصر، مستعدين ان احنا نتعاون معكم تعاون جاد ومخلص من اجل العمل ومن اجل التنميه لينا وليكم والفايده المشتركه لينا وليكم. احنا في مصر جادين جدا جدا في كل شيء بنعرضه عليكم وفي كل التزام بنلتزم بيه قدامكم. برحب بيكم اهلا وسهلا وسعداء ان انتم موجودين معانا ومتشرفين ان انتم موجودين معانا وبنتعلم منكم وبنتمنى ان احنا باللي احنا شفتوه النهارده تعرفوا الخريطه اللي احنا شغالين بيها ومدى الجديه اللي احنا بنتحرك فيها في تنفيذ مش هقول حلمنا لكن اللي هو الفكره بتاعه تحويل مصر الى مركز عالمي للتجاره العالميه. ما تنسوش قناه السويس، ما تنسوش البحر الاحمر والبحر المتوسط، شبكة المواني موجودة على البحر الأحمر، شبكة مواني موجودة على البحر المتوسط، بالإضافة طبعا لكل الخدمات أو البنية الأساسية اللازمة اللي تقدر تساهم في إنجاح الفكرة اللي احنا بنتكلم عليها. مرة تانية بشكركم وبقول للمصريين هنفضل نشتغل، واللي انتوا بتشوفوه ده عبارة عن خطوة في وزارة النقل، لكن كل وزارة من وزارات الدولة فيها شغل بالمستوى ده، مش على قد يعني وزارة النقل بس. شكرا جزيلا.